أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من المصابين بالسرطان. والنهاردة بإذن الله هيكون عندنا المحاضرة ما قبل الأخيرة في السنترال نيرفس سيستم، وهي خاصة بالموتور. فنتوكل على الله ونبتدئ. بالثالاموس، الثالاموس ومعناها المهاد، وإن كان في الأصل الجريكي معناها يعني small chamber، إنما بتؤخذ بمعنى المهاد وهو سرير الطفل. فالثالاموس هي زي ما قلنا سكرتارية السيربكورتكس، تقدرش تدخل رسالة للسيربكورتكس غير مرورا بالثالاموس، فهي الجيت واي تو سيربكورتكس. طبعا هي مش مجرد بتمرر، هي بتعمل بروسيسنج للانفورميشن، يعني تثبيط للمعلومات اللي هتدخل الكورتكس. وفي اللور انيمالز الثالاموس هي الهاي سب كورتيكال سنسوري سنتر، عندنا احنا هي الهاي سب كورتيكال سنسوري سنتر، يعني وظيفتها في الاساس وليس فقط حسيه. قلت لكم المثال ده انه في الطيور والاسماك، وهي lower forms of animal، قلت الطيور والاسماك، الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيزل جانجليا. طب وبتحس بمين؟ بالثالاموس. فبعد ما اتكون عندنا احنا في الهاير انيمالز السيربكورتكس، بقى في اعلى من الثالاموس السنسوري كورتكس واعلى من البيزل جانجليا اللي هو الموتور كورتكس، وعليه فالثالاموس هي الهاي سب كورتيكال سنسوري سنتر. طيب نيجي بقى يا اولاد نقول من هم الثلاميك نيوكلياي، وده سؤال مهم بيجي بصورتين، يا اما اتكلم على الثلاميك نيوكلياي او الفانكشنز اوف ذا ثالاموس، هما نفس الكلام تقريبا. الثلاميك نيوكلياي نوعان يا اولاد، في سبيسيفيك يعني بتبقى اتاتشد تو سبيسيفيك ارياز اوف سيربكورتكس، او نون سبيسيفيك يعني بتروح لوايدر ريجونز في النيوكورتكس. طيب نبتدي بالسبيسيفيك. كنا قلنا جميع الاحساسات عشان توصل للكورتكس لازم تعدي على الثالاموس كثيرد اوردر نيورون، وهدي هنا بعض الامثله. فالهيرينج بيعدي على الميديال جينيكليب بادي، بينما الفيجن بيعدي على اللاترال جينيكليب بادي، بينما بقيه السوماتو سنسوريس يعني او السوماتيك سنسيشنز بتعدي على الفنترال بوستيرور لاترال والفنترال بوستيرور ميديال نيوكلياي في الثالاموس. يبقى اي احساس عشان يوصل الكورتكس لازم يعدي على الثالاموس كثيرد اوردر نيورون، الهيرينج في الميديال والفيجن في اللاترال جينيكليب بادي، اما السوماتيك سنسيشنز فبتعدي على الفنترال بوستيرور لاترال والفنترال بوستيرور ميديال نيوكليس. طيب ده مش بس، احنا قلنا هي في الاساس حسيه، لكن عندها مكتب صغير مهم جدا في الام اس كيو بيعدي فيه الموتور سيجنالز. فالبروجرامات اللي حطها السيربيلم، قلنا السيربيلم ده بتاع البروجرامات السريعه والبيزل جانجليا البطيئه، فاكرين حتى لما حطينا انجلش مع عربي لما قلنا البيزل جانجليا البطيء والسي سيربيلم السريع، البروجرامات السريعه عشان توصل للموتور كورتكس يختار منها ويكسكيوتد وينفذها. ففي مكتب صغير في الثالاموس خاص بالموتور، ده سؤال ام اس كيو، اللي هو الفنترال انتيرور والفنترال لاترال نيوكلياي، يبقى فنترال انتيرور وفنترال لاترال. تالت مجموعه من السبيسيفيك نيوكلياي، يبقى اول مجموعه كانت سنسوري دي الاغلب، تاني مجموعه كانت الموتور، تالت مجموعه اللي هي الانتيرور ثلاميك نيوكلياي
ودي بتوصل الرسائل اللي جاية من الماميلاري بادي للليمبيك كورتكس، وهي خاصة بالميموري والإيموشنز. حتى عشان تحفظها بطريقة لطيفة فبقول يا أولاد تملي في مزاح، يعني الحب يأتي في المقدمة، الحب أولا. عشان كده افتكر الإيموشنز بتعدي على الأنتيرو ثالاميك نيوكلياي. طيب ننتقل، يبقى خدنا ثلاث مجموعات سبيسيفيك سنسوري. المجموعة الأولى كان فيها الميديال واللاترال نيوكليب باديز والفنترال بوستيرور لاترال والفنترال بوستيرور ميديال. وبعدين تاني مجموعة كانت الموتور، تحفظها صمري بتيجي في الام اس كيو، فنترال انتيرور اند فنترال لاترال، اللي هي بتوصل السيريبيلم والبيزال جانجليا بالموتور كورتكس. ثالث مجموعه كانت الحب، اللي افتكرها الانتيرو ثالاميك نيوكلياي، دي بتاعه الميموري الايموشنز، بتوصل السيجنالز من الماميلاري بادي للليمبيك كورتكس. نيجي بقى المجموعه اللي هي نون سبيسيفيك، يعني بتروح لوايد ريجونز اوف ذا نيو كورتكس، وبالتالي بتاكتيفيت كل الكورتكس. لان احنا عارفين يا اولاد ان كل احساس غير انك بتحسه بيعمل حاله من التيقظ. يعني لو قرصتك مثلا في ايدك، افرض انت كنت منعني شويه قرصتك في ايدك، هتحس بين ده حاجه لكن في نفس الوقت هتصحصح. ده عن طريق الامبلسز اللي جايه من الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، او ممكن نقولها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي هو الراس، بتعدي على، تبقى حافظها برضه سؤال مش كده مهم، مين هم النون سبيسيفيك نيوكلياي في الثالاموس اللي بيتصلوا بمعظم الكورتكس، اللي هم ميد لاين وانترا لامينر نيوكلياي. ميد لاين اند انترا لامينر نيوكلياي. يبقى خدنا ثلاث مجموعات سبيسيفيك، سنسوري نمره واحد، موتور نمره اثنين، والميموري الايموشن نمره ثلاثه، ومجموعه نون سبيسيفيك اللي هو الميد لاين والانترا لامينر. ممكن يجيب لي سؤال بطريقه ثانيه بقى، all functions of the thalamus، وظائف الثالاموس. فانا بقول للاوائل يقول نفس الكلام حتى يضيف النيوكلياي. فامسكهم بنفس الترتيب اللي انا قلته بيهم، ان الثالاموس هي الريلي ستيشن فور اول سنسيشنز، كل الاحساسات عشان توصل للكورتكس لازم تعدي على الثالاموس اكسبت الالفاكشن. يبقى كل الاحساسات ما عدا الشم الالفاكشن. حتى بقولها بطريقه برضو لطيفه عشان تفتكرها، كل الاحساسات تعدي على الثالاموس، الوحيد اللي ما بيعديش الوحيد هو نمره واحد، ما هو الالفاكشن هو نمره واحد، يبقى حتى الواحد يتذكرها بسهوله، الوحيد واحد، الوحيد اللي ما يعديش على الثالاموس هو نمره واحد. هنا بقى للاوائل رايي تبقى تكتب التلاته نيوكلياي اللي قلناهم دول، الميديال جينيكليب بادي اللاترال جينيكليب بادي، وبتوع السوماتو سنسري اللي هو فنترال لاترال بوستيرور ventral posterior lateral وventral posterior medial. يبقى دي اول وظيفه. طب تاني حاجه خدناها مع الموتور، يبقى تعالى نشوف نمره 2، ريلي موتور سيجنالز جايه منين؟ من السيريبيلم والبيزال جانجليا رايحه للموتور كورتكس. وبرده عشان تتميز عن اقرانك قول اسم النيوكلياي، الventral anterior and ventral lateral. طب تالت وظيفه خدناها اللي هي قلنا الحب في المقدمه في الانتيرو ثالاميك نيوكلياي. فتقول لي هنا بقى الاتي، انه بتريلي اوتونوميك ايموشنال سيجنالز، ايموشنال سيجنالز تو هايبوثالاموس اند ليمبيك سيستم، بيروحوا للليمبيك سيستم. وخد بالك الهايبوثالاموس زي ما هناخد دي حته من الليمبيك سيستم، بنزود عليها، ما قلناش ايموشنز بس، قلنا ايموشنز وميموري. فالثالاموس مسؤول عن الكودينج، هنبقى ناخدها في السيكولوجي، يعني كل معلومه لها كود، لها شفره، والستورينج والتخزين والريكولينج استدعاء المعلومه، تخزين المعلومه في صوره شفره معينه، زي ما اقول مثلا عربيه مثلا هوندا سيفيك، انت فاهم بقى مواصفاتها، يبقى الكود بتاع مواصفات العربيه دي هوندا سيفيك، فهي بتعمل بتحتفظ بالكود وتستور ات وتريكول. يبقى دول الثلاثه بتوع السبيسيفيك. طب نيجي نمره 4 بقى النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي، اللي هي قلنا الميد لاين والانترا لامينر، اللي هي بتعمل اكسايتابيليتي اوف سيربا كورتكس، ودي بتشغل كل الكورتكس، يعني قلنا وايد ريجنز، فمسؤوله عن الويكفولنس وعكسه الاستيقاظ اللي هو السليب. لان بقول مثال مره اخرى يا اولاد، ان لما انا ساي بتكون انت منعني شويه كده واروح قرصك، بيحصل حاجتين، الثالاموس بتمرر سبيسيفيك
sensation والبين عن طريق الspecific nuclei، وفي نفس الوقت بيحصل لك arousal يعني بتفوق كلك عن طريق non-specific nuclei اللي هي في midline والintralaminar. يبقى السؤال ممكن يجي thalamic nuclei وممكن يجي functions of thalamus، وانا رأيي لو جالك functions of thalamus تميزوا عن اقرانكم بانكم قولوا معاها النيوكليي. نيجي النقطة الثالثة في الثالاموس وهي الثالاميك سيندروم، هنتكلم عنها بنقول انها involves one side يعني بيجي في ناحية واحدة بس من الجسم مش في ناحيتين. وبعدين نتكلم في ثلاث نقاط، الكوز بيبقى سببه سيريبرو فاسكولار ستروك يعني سواء كان سكيميا حصل جلطة في احد شرايين المخ او هيموريج ستروك. وبعدين الدامج بيبوظ نمرة اتنين مين؟ البوستيرو نيوكليي. طب ايه الريزالتس؟ احنا قلنا اهم وظيفة للثالاموس انها هي عبارة عن the highest subcortical sensory center، اهم subcortical sensory center، وعليه نص الجسم احنا قلنا بتبقى على وان سايد هيبقى مفوش احساسات، هيمي انيثيزيا دي اهم واحدة يا اولاد على الاطلاق. طيب انت دلوقتي شلت اساسا الاحساسات الفاين، لكن الاحساسات الكرود ما بتوصلش للكورتكس واهمها البين. فتاني حاجة بيبقى العين عنده بيرنينج او ايكينج سنسيشن يعني حرقان او الم معاه طبعا من البين، ده حاجة سخيفة جدا. مود سوينجز يعني اضطراب في المزاج. ليه؟ لان احنا قلنا الثلاميك بين يا اولاد كان بيتميز بمميزتين، ان الثريشولد اليفيتد يعني شكك شك الدبوس تؤلم شخص طبيعي الشخص ده ما يحسهاش لان الثريشولد هاي، لكن وانس تخطيت الثريشولد يحس شكة الدبوس كانها رصاصة بولت. عشان كده قلنا الثلاميك بين وبيز اول اور نون لو. يبقى اول ظاهرتين في الثلاميك سندروم فقدان الاحساسات في نص الجسم هيمي انيثيزيا، ولكن هذا النصف في بيرنينج اور ايكينج سنسيشن من اغلس الانواع اللي هو الثلاميك بين اللي عنده الثريشولد اوف بين بيبقى اليفيتد والبين بيتبع اولور نون لو معاه مود سوينجز. طيب ثالث حاجه ما احنا قلنا الثلاموس لها علاقه بالموتور، فالعيانين بعضهم بيحصل لهم سيريس ايكاينيتيك ميوتيزم. ايكاينيتيك يعني ذا بيشنت تنز نوت تو موف، كاينيز يعني حركه، ايكاينيتيك مش عاوز يتحرك. طب ميوتيزم، ميوت يعني صامت ما يتكلمش اور سبيك، يبقى العيان اللي عنده ثلاميك سندروم لا عاوز يتحرك ولا عاوز يتكلم، ولاحظ ان الكلام جزء من الحركه لانك بتحرك عضلات الكلام، فيقول لك سيريس ايكاينيتيك ميوتيزم. ايكاينيزيا يعني نوت تو موف، ميوتيزم يعني نوت تو سبيك، برغم ان العضلات نوت بارالايزد ومعاها اوكيولار بروبلم يعني هذا المريض لا بيتكلم ولا يتحرك انما بيتابع كل حاجة بعينيه كده بطريقة غريبة جدا. 4 و5 مش موجودين في كل العيانين اللي عندهم ثلاميك سندروم يعني maybe present، ممكن يبقى عندهم كورساكوفز سندروم. الكورساكوفز ده اللي هو chronic memory disorders، ما احنا قلنا الثلاموس مهمة في الميموري، فchronic memory disorder ودي بنشوفها اكتر في الناس اللي بتشرب الكوهوليكس والناس اللي عندها نقص في فيتامين بي 12، فقدان للذاكره يعني مزمن، ولكن تحدث ايضا في الثلاموس. خامس حاجه يا اولاد، احنا قلنا ان النون سبيسيفيك بتشغل الكورتكس وتخلينا في حاله تيقظ، فلما الديجنريت الثلاموس وتبوظ ممكن يحصل فيتال انسومنيا. انسومنيا يعني العيان ما ينامش لحد ما يموت، فيتال فاميليار انسومنيا. تخيل يعني ليجن في الهايبوثالاموس مش كل عيانين، ممكن يؤدي الى فيتال فاميليار انسومنيا وديث، تلاقي العيان مش عارف ينام ومش شعر باي نعس، وطبعا يقعد يخس 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 الى ان يتوفاه الله. في نوتس مهمه في الام اس كيو، ان الموست ثلاميك نيرونز بتبقى اكسيتاتري، معظم الثلاميك نيرون اكسيتاتري وبتريليس جلوتاميت اللي هو قلنا ده اكسيتاتري كيميكال ترانسميتر، لكن في عدد انهبيتري، في عدد من الانتر نيرونز فيها انهبيتري وبتريليس الجابا اللي هو جاما امينو بيوتيريك اسيد.
تبقى عارف هذا الكلام، جمع امينو بيوتيريك اسيد. طيب ننتقل للصفحة التالية. انا بقى اذا عاوز تعيد بعيد من الفيديوهات. فاول حاجة ناخد الكنترول اوف voluntary movements. كنا سبناها دي يعني ازاي انت بتنفذ اي حركة. الحقيقة تلات خطوات يا اولاد. اول حاجة الكوماند موتور سيجنالز، حضرتك عاوز تعمل ايه؟ عاوز تفتح الباب، عاوز تمسك الكوباية. مين اللي بيدي الكوماند ده؟ الكورتيكال اسوشيشن اريا، الكورتكس دي مسؤولة عن الكوماند. طيب كل حركة انا عاوزها، وعلى فكرة دي ليها اثبات، الكوماند موتور سيجنالز دي، ان قبل اي حركة لقينا في كهرباء بتطلع بجزء من الميلي سكند في البرين قبل ما الحركة تبتدي. طب ده بتمثل ايه بقى الكهرباء دي؟ بتمثل امر بتاع الموتور سيجنال اللي هو بيحدث في الكورتيكال اسوشيشن اريا. طيب مفروض ان انا بقى هبلان للحركة دي، كل حركة لها بلان. همسك الكوباية بايد اليمين ولا بالشمال؟ همسكها من فوق ولا من تحت؟ مين اللي بيحط البلانز؟ تلات حاجات قلنا، البيزا الجانجلة مسؤولة عن البروجرامات البطيئة، اللاترال سيريبيلم، السيريبيلم عن البروجرامات السريعة، وبيشارك معهم كمان البري موتور كورتكس، البري موتور ارياز، اسف كورتكس اللي هو البري موتور اريا، اريا 6 دي لما كان بتبوظ يا اولاد كان ما يبقى الواحد مش مشلول وما يعرفش يفتح علبة كبريت، قلناها اللي هي ابراكسي. المرحلة الثالثة ان السيريبيلم كورتكس يكسكيوت الحركة، ينفذ الحركة، يبعت موتور سيجنالز تبقى ترانسميتد عن طريق حاجتين، ابر موتور نيرون اللي هو بيراميدال واكسترا بيراميدال تراكس، ولور موتور نيرونز اللي هو الانتيرو هورن سيلز في السبان كورد اذا كنت بتحرك الجسم، والكرينيال موتور نيرونز اذا كنت هتحرك الفيس. يبقى اي حركه حضرتك هتؤتي بيها دلوقتي، شوف كم حاجه دخلت فيها، يعني سبحان الله من نعم الله التي لا تحصى، احنا بنعمل حركه بصوره تلقائيه ولا نعلم ان لها اعداد. يبقى ثلاث خطوات، الخطوة الأولى الكوماند موتور سيجنالز اللي هو بيحدد أنت عاوز إيه، ده مين اللي بيعمله؟ الكورتيكال أسوشيشن أريا. طب البلانز مين يخططها؟ يا بيزال جانجليا، يا لاترال سيريبيلم، يا إما بري موتور أريا. طب الترانسميشن، التنفيذ، الإكسكيوشن عن طريق أبر ولور موتور نيرون، الابر موتور نيرون اللي هو بيراميدال اكسترا بيراميدال، واللور موتور نيرون اللي هو سباينال اند كرينيال موتور نيرونز. دي كانت حته سبناها ورا كان المفروض نقولها بعد السيريبيلم والبيزا جانجليا. نيجي بقى الاروزال ميكانيزم يا اولاد. اروزال يعني التيقظ، الويكفولنس، اللي بيكنترول كهربه المخ، الالكتريكال اكتيفيتي في المخ، وعليه التيقظ اللي هو الكونشسنس والالرتنس، هو الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. لسه قايلين يعني حضرتك مخك شغال بالكهرباء، الكابل اللي بيودي الكهرباء للمخ عشان يخليك متيقظ ومخك مليان كهرباء اللي هو الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، اللي قلناه قبل كده اللي هو الاسندنج برانش بتاع الريتيكا فورميشن، قلناها في محاضرات السنسوري. وده بيبقى مالتي سينابتيك باثوي، يعني كذا سينابس، وجاي قلنا هو الاسندنج برانش بتاع الريتيكا فورميشن. طب يصل السيريبرال كورتكس ازاي؟ بطريقتين، يا دايركتلي، يا لسه قايلين عن طريق النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي اوف ثالاموس اللي هم الميد لاين والانترالامينار نيوكلياي. يبقى حالة الاستيقاظ اللي حضرتك فيها معايا دلوقتي سببها الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي هو الراس، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي هو عباره عن الاسندنج برانش بريتيكولار فورميشن موجود في البرين ستام عبر كذا سينابس، ويصل الى مخك بطريقتين، يا دايركتلي يوصل للسيربرال كورتكس، ان دايركتلي عن طريق النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي. تصور يا اولاد لو انا قطعت الراس ده، يبقى زي ما يكون اي جهاز شلت منه الكوبس بتاع الكهرباء،
بيحصل الجهاز يموت تماما موتة فجائية. لو اتقطع هذا الراس يا أولاد في بعض الليجنز اللي بتحصل في البرين ستيم الإنسان يدخل في غيبوبة، وده اللي بنسميه الموت الإكلينيكي. يعني يبقى أجهزة الجسم شغالة بس الشخص في غيبوبة، لا يمكن إنك تطلعها منه تطلعه منها أبدا. طب نيجي الفاكتورز affecting الاكتيفيتي اوف ذا ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي بتزود الكهرباء وبالتالي تزود حركة الاستيقاظ. هنقسمها الى الفاكتور لمجموعتين، اللي بيزود الراس سنسيتيفيتي واللي بينقص الراس سنسيتيفيتي. انا عشان تفتكرها بطريقه لطيفه، يعني انت بتركز في تزود الراس سنسيتيفيتي او تنقص الراس سنسيتيفيتي. اللي تزود هتخليك اكثر تيقظا، واللي تنقص اقل تيقظا. فكر بهذا المنظور تلاقيها سهل. نيجي ايه الحاجات اللي بتزود الراس سنسيتيفيتي وبالتالي تخليك اكثر تيقظا؟ هنقسمها ascending و descending و drugs. الascending كل الاحساسات يا اولاد قلنا بتعدي على النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي، تشغل وايد ريجونز اوف ذا سيربال كورتكس، تعمل لك حاله من التيقظ. طب مين اقواهم على الاطلاق؟ البين. يعني اكلمك ما تصحصحش، اولع النور ما تصحصحش، لكن اقرصك تلاقي الشخص بقى اكثر تيقظا البين. والبروبريسبتيف وانتوا بتستغلوها يا اولاد، لما بتبقى منعنس انت حضرتك وانت بتذاكر ليله الامتحان، ايه اكتر طريقه تخليك متيقظ؟ انك ما تقعدش في مكانك، تقوم تمسك كتاب وتمشي، تحرك عضلاتك. فالبروبريسبتور والعضلات لا يمكن الواحد ينام وهو ماشي. يبقى افتكر ايه اكتر حاجات تزود الاكتيفيتي اوف راس اسندنج سنسوري امبلسز؟ الالم يصحيك بقى، صحيك بقرصه كويسه قوي، والحركه. طب الديسندنج امبلس فروم سيربرال كورتكس، ايه الديسندنج امبلس اللي جايه من الكورتكس تخلينا متيقظين؟ الموفمنتس لسه قايلينها، لو اتحركت، ما انت لو اتحركت الكورتكس هيبعت الامبلس عشان يعمل حركه. والايموشنز كمثل ليله الامتحان يا اولاد، الطالب ما يبقاش عارف ينام ليه؟ هنا دي سيندينج برانش والسيربا كورتكس، الواحد في حاله فزع وخوف. فيبقى الاسندنج الاحساسات اهمهم البين والبروبرسبشن. طب والديسندنج هنعيدها تاني، الحركه برضه فولنتري موفمنتس ومعاهم الايموشنز. طب ايه مواد كيميائيه تخليك اكثر تيقظا؟ خدناها في الاوتونوميك، الادرينالين والنور ادرينالين، ابينفرين نور ابينفرين، يبقى ثلاثه هنا. طب ايه اللي يقلل الراس سنسيتيفيتي؟ يعني يخليك السنسيتيفيتي اقل وبالتالي اميل الى النوم. امبلس فروم سليب سنترز، تصور ان في سنترز تخليك تنام. كنا زمان فاكرين يا اولاد ان السليب ده حاجه باسيف، يعني لما الواحد يتعب ينام. لا، ده في سنترز هناخدها دلوقتي حالا تبعت امبلس توقف الراس تخليك تنام. يعني في الام اس كيو اشوف مين يفتكرها. السليب يا اولاد is an active process، عمليه اكتف. يبقى اول حاجه توقف الراس وبالتالي تنام السليبنج سنترز. طب تاني حاجه ليجن في البرين ستيم، احنا قلنا الراس ده موجود في البرين ستيم، سواء كان فاسكولار يعني اتقفل الفيس اللي بيغذي الراس، او ورم تيومر، او خدت جرعه من مخدر بويزن جامد وقفته فتدخل في غيبوبه، او هايبوكسيا لو واحد مفيش اكسجين يغمى عليه على طول. يبقى ايه اللي يوقف الراس؟ ليجن في البرين ستيم، سواء فاسكولار تيومر او بويزن او هايبوكسيا. طبعا لو الليجن بيرمنت يعني قطعت الراس تماما، قلنا يبقى ده زي في حالات الفاسكولار خاصه، او تيومر دمره تماما، يبقى الشخص ده دخل في غيبوبه لا ايقاظ منها، يبقى نسميه الموت الاكلينيكي. القلب شغال، النفس شغال، انما العين مش هيتقص. ونما تلاته دراجز، المنومات. زي ما في حاجات دراجز كيميكالز بتصحي زي القديم والنورادين، في كيميكالز بتنيم زي المنومات، واشهرها الباربيتوريتس. بتنيم ازاي؟ لانها بتقلل الاكسيتابيلتي اوف نيرونز، بتعمل له هايبر بولاريزيشن. واشهر دواء منوم في العالم اللي هو الباربيتوريتس، وفي فقد المعلومات العامه سموها باربيتوريتس يا اولاد،
لأنها اكتشفت في عيد القديسة بربارة فسميت باربيتوريتس. ده اللي هو الأروزال ميكانيزم، يعني بيجي في الام اس كيو كتير أكثر منه سؤال نظري. طيب ننتقل لكهربة المخ، الإلكتريكال أكتيفيتي أوف ذا برين. كهربة المخ نوعان، يا إيفوك بوتنشالز، إيفوك يعني مثار، يعني أنا اللي تسببت في الكهرباء، يا إما سبونتينيوس بوتنشالز، كهرباء تلقائية. يبقى في كهرباء بتحصل بصورة تلقائية اللي هو الإلكترو إنكيفالوجرام اللي هو رسام المخ الكهربائي، وفي كهرباء إحنا بنستثير حدوثها فيسموها evoked potential. طيب قلنا عشان المحاضرة طويلة فحضرتك تعيب براحتك. نبتدي بقى الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا برين، قلنا نوعان، قلنا ايه الفرق بين evoked potential والالكترو انكيفالوجرام رسام المخ الكهربائي. ان الالكترو انكيفالوجرام رسام المخ الكهربائي دي بتبقى spontaneous. انا اسف هي مكتوبة خطأ إلكتروكارديو، فإحنا عاوزين نصلحها كده في ثانية واحدة. هي إلكترو إنكفالو EE. إن من غير ما نعمل استيميليشن لوحدها كده ده الإلكترو إنكفالوجرام. يعني أهم كلمة في الام اس كيو إن الإلكترو إنكفالوجرام دي بتبقى سبونتينيوس بوتنشال، إنما الإيفوكت من اسمها إيفوكت مثارة، بتحصل لو عملنا ريسبتور ستيميليشن. واتصور ان في مره جاء سؤال في احد الكليات ايفوكت بوتنشلز، اكثر من نص الطلبه جاوبوا الالكترو انكيفالوجرام. ازاي يا اولاد؟ دي حاجه ودي حاجه. الكهرباء اللي بتطلع من تلقاء ذاتها سبونتينيوس من غير ما تعمل ريسبتور ستيميليشن ده الالكترو انكيفالوجرام، اللي بتطلع لما تعمل ريسبتور ستيميليشن ده اسمها ايفوكت بوتنشل. يبقى نتكلم الاول على الايفوكت بوتنشال. ليها مره جت، يبقى باي ديفينيشن هي كهرباء بوتنشال تشينجز في السيرفو كورتكس، اهم كلمه جايه اهي عاملها لك باللون الاصفر، كوزد باي ريسبتور ستيميليشن. طيب النقطه الثانيه ريكوردينج، نسجلها ازاي؟ احنا عاوزين ريسبتور واحد بس اللي يبقى ستيميليتد، يبقى لازم نوقف بقيه الريسبتور عشان نتابع الكهرباء بتاعت هذا الريسبتور الوحيد. فلازم البيرسون في الحاله دي يبقى انستيتايزد، في حاله تخدير، تحت تخدير كلي. وبعدين نحط الاكسبلورنج الكترود على الاكسايتد كورتيكال اريا. يعني لو حضرتك والعيان متبنج فتحت عينه واديت ضوء وهو تحت البنج، يبقى الضوء ده هيروح لانهي اريا؟ اوكسيبتال كورتكس. يبقى تحط الالكترود بتاع حضرتك على الاوكسيبتال ريجن. لكن لو اديته وهو متبنج كلمت في ودنه، تحط الالكترود على التمبراريجن. يبقى تبنج الشخص وتحط الاكسبلورنج الكترود على الاريا اللي بتستقبل الاحساس اللي جاي من الريسبتور اللي حضرتك هتعمله ستيميليشن. النقطه الثالثه، لاحظنا نوعين من الكهرباء، يا برايمري ايفوكت بوتنشال وديفيوز سكندري ايفوكت بوتنشال. من اسمها البرايمري ايفوكت بوتنشال، برايمري الاساسي، دي بتروح للاكسايتد اريا. لما تعمل ضوء في عين العيان اللي متبنج هتروح الكهرباء دي للاكسبتال، لما تعمل صوت في اذنه هتروح للتمبرال. فالبرايمري ايفوكت بوتنشال بيروح للاكسايتد اريا بعد 5 ل 12 ملي سكند، وبيتكون من تو ويفز، بوزيتيف ويف فولود باي سمول نيجاتيف ويف. في نفس الوقت بنلاحظنا كهرباء بتروح لكل المخ، يسموها ديفيوز، ديفيوز يعني منتشره، سكندري ايفوكت بوتنشال. دي بتحصل بعد 20 ل 80 ملي سكند، وبتتكون من ويف واحده طويله بوزيتيف، برولونج بوزيتيف ويف. وقت اظن انت فاهم سببها، لان انا قلت يا اولاد وهقول تاني ان كل مره بيحصل استيميشن اي احساس غير الكهرباء اللي بتروح للاريا المعنيه واللي بتديك هذا الاحساس، في كهرباء بتروح للنون سبيسيفيك ثالاميك نوكلياي بتشغل كل الكورتكس
ودي مسؤولة عن ظاهرة الأراوزل. يبقى اما حضرتك استيميليت ريسبتور معين بتيجي يحدث نوعان من الكهرباء، كهرباء تروح للسنتر المعني عشان كده يسموها برايمري، وكهرباء تروح لكل المخ مسؤولة عن الاستيقاظ، تروح لكل القشرة المخية عن طريق النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكليار. وعشان كده هم ليه سموها نون سبيسيفيك يا ولاد؟ ليه سموا الثلاميك نيوكليار النون سبيسيفيك نون سبيسيفيك؟ لانها مش متصلة بسبيسيفيك اريا عكس السبيسيفيك نيوكليار، تشغل كل الارياز. والغرض ان مش بس حضرتك تحس، وفي نفس الوقت اي احساس، اي احساس غير انك تحسه يعمل لك اراوزل زي ما قلت لك منعنس وقرصتك، غير انك تحس فين تصحصح. وايه الغرض من الاراوزل؟ تو باي اتنشن للاحساس اللي انت حاسه. انت مش احساسه السلام، لازم تتنبه للاحساس. ففي يوجد نوعان من الكهرباء، كهرباء تديك الاحساس تروح للاريا المعنيه اللي هي البرايمري، وكهرباء تعمل لك التيقظ اللي بيصاحب اي صوت او ضوء، واقوى حاجه قلنا البين، يبقى يسموها ديفيوز سكندري ايفوكت بوتنشال. طيب وقلنا دي سببها ايه؟ ان كل الكورتكس شغال. طب يبقى انهي نيوكلياي اللي بتشغل كل الكورتكس؟ اللي من اسمها بتقول النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي، اللي هي الميد لاين والانترا لامينر نيوكلياي. النقطه الرابعه، ايه الامبورتنس بتاع الايفوكت بوتنشالز؟ هي دي الطريقه اللي عملوا بيها مابينج للبرين. يعني فكر ناخدها بالعكس، احنا عرفنا منين ان الضوء بيستقبل في الاوكسيبتال كورتكس والصوت بيستقبل في التمبرال كورتكس؟ ان لقينا الكهرباء الاساسيه اللي هي البرايمري ايفوكت بوتنشال في حاله الفيجن بتروح للاوكسيبتال، وفي حاله الاوديتوري بتروح للتمبرال. يبقى قدرنا نرسم خريطه المخ. فكر فيها، ازاي عرفوا كل احساس يذهب الى انهي مركز؟ بطرق كثيره، دي واحده منهم، ما بقولش دي فقط، اللي هي الايفوكت بوتنشال. زي مثلا الليجن لو باظ الاوكسيبيتال بتبقى تصاب بالعمى، لو باظ الاوديتوري تبقى اصم. يعني مش لازم بالايفوكت، دي احد اهم الطرق تو ماب البرين. طيب بنقدر نسجل بقى كل احساس على حده، اللي هو سوماتيك سنس ايفوكت بوتنشال، اوديتوري ايفوكت بوتنشال، فيجوال ايفوكت بوتنشال. دي بتساعدنا في الدياجنوزيس اوف ماني ديزيزز، عارف؟ لكن اشهرهم مين يا اولاد؟ الفيجوال ايفوكت بوتنشال بتخلينا نشخص مرض مهم جدا في النيورولوجي اسمه مالتيبل سكليروزيس ام اس. في هذا المرض، في فقر المعلومات العامه مش عليه، بيحصل دي مايلينيشن للنيرز والتراكس، فما تشتغلش النيرز والتراك، تفقد المايلين شيث. اول نيرز بتتاثر، وان اوف ذا ايرلي ساين، هي اعصاب البصر. فالمرض بيبتدي بفيجوال بروبلمز. عشان كده قلنا في تشخيص المالتيبل سكليروزيس اهم ايفوكت بوتنشال اللي هو الفيجوال ايفوكت بوتنشال. دي كانت الإجابة النموذجية لسؤال evoked potential اللي ما جاوبهاش أكثر من نصف الطلبة في أوانيها. تقل للكهرباء التانية بقى، اللي هي الإلكترو انكفالوجرام، رسام المخ الكهربائي. قلت إيه الفرق بقى ده من غير ما تدي stimulation receptor؟ الكهرباء اللي هتسجلها من غير stimulation spontaneous potentials. وأظن الاسم اعرف اللغة، التاني اسمها ايفوكت. ايفوكت يعني حاجة بنستثير حدوثها، بنعمل اثارة، نستثير حدوثها، انما دي لوحدها سبونتينس، دي اهم نقطة. يبقى باي ديفينيشن ما هو الالكترو انكفالوجرام؟ هي ريكورد اوف سبونتينس، دي اهم كلمة، سبونتينس يعني من تلقاء ذاتها، الكتريك اكتيفيتي اوف ذا برين. طيب هتحط الالكترودز على الالكترودز المعنيه، هتحطها على السكالب بتاع المريض، على مخ العيان. السكالب تحط عليه الكلام ده، وهوريها لكم اهي الصوره، هنحاول نشوفها حالا باذن الله.
اهي يا ولاد. ده بيبقى منظر عام في حالة الالكترو انكفالو جرام. طيب يبقى في الالكترو انكفالو جرام بن ابلاي الالكترودز على السكالب اوف ذا بيشن. وبعدين هنا بقى العيان مش متبنج، هنا بيبقى العيان صاحي بس موجود في الكالم روم، اوضة هادية. ليه؟ عشان نأفويد الريسبتور ستيميليشن، لان احنا بنقيس الايفوكت. فيبقى قاعد في اوضة هادية ات كمفورت والتمبريتشر في درجة حرارة مريحة وكمبليت فيزيكال اند منتال ريست، في حالة راحة ذهنية وبدنية كاملة. واظن التاتا بحرف السي. يبقى calm room comfortable temperature complete physical and mental rest. بنسجل الويفز اللي بنسجلها في الالكترونكيفالوجرام، يمكن تسجيل مجموعة كبيرة من الويفز، لكن في اهمهم اربعة ويفز. اتنين وانت كبير في الادوليسنس الالفا والبيتا، واتنين وانت صغير اللي هو الثيتا والدلتا. واحد يسألني طب فين الجامعة؟ هكلمكم عليها وانها مش عليكم، دي مش من الاربعة الاساسيين. الاربعة الاساسيين الفا وبيتا وانت كبير، وثيتا ودلتا وانت صغير. الانتنستي يعني قوة الويف بتتراوح من 0 ل 200 ميلي فولت. الفريكوانسي عدد الموجات من 1 ل 50 هرتز، هرتز يعني سايكل بير مينيت. وعامل لهم تيبل جميل قوي انا. بس قبل ما نيجي للتيبل يا اولاد عاوزك تلاحظ شويه نقاط صغيره. ان في تناسب عكسي مع الامبليتيود والفريكوانسي، يعني لما الامبليتيود يزيد الفريكوانسي تقل. طيب نبتدي اهم ويف بقى اللي هي الالفا عند حضرتك، دي مش هتشوفها غير لما تبلغ. يبقى الالفا ويفز appear during adolescence gradually، يعني وانت قبل ما تبلغ ما عندكش الالفا ويف دي. الالفا هنشوف مواصفاتها، لازم تبقى مغمض عينيك ومش يعني mental wandering، يعني مش مركز في حاجة، you do not pay attention لأي شيء. بقولها حتى في تشبيه لطيف، لو واحد قاعد على شيزلونج على البحر ومغمض عينيه، قلنا مش عاوزين قلة حياة، ما تفتحش عينيك تبص يمين وشمال، لو عاوز تسجل الفا اقفل عينيك مالكش دعوة بالناس اللي ماشي. واندرينج مايند يعني لا بتفكر في امتحان ولا نتيجة امتحان ولا اي حاجة، كده سايب دماغك لوحدها تسجل الالفا ويف. وانس قلت حياك وفتحت عينك او فكرت في الامتحان ونتيجة الامتحان، اميديتلي هتبقى ريبليست بويفز اسرع، وادام اسرع تبقى لو فولتج. ما احنا قلنا لما السرعة تزيد تبقى لو فولتج، والريجولار غير منتظمة اللي هو البيتا ويفز. يبقى الالفا والبيتا يتسجلوا في الادوليسنس، وانت مؤدب. افتكر بقول لك بحكي قصص، ترى بيقول بنفتكر الحكايات مش المعلومات. قاعد على شيزلونج قصاد بحر مغمض عينيك واندرينج مايند، ما بتفكرش في حاجه، تسجل الفا. تفتح عليك وتبص يمين وشمال على اللي رايح واللي جاي وتفكر في الامتحان وما شابه، يحصل حاجه اسمها الفا بلوك وتبقى ريبليست بالبيتا ويفز اللي هي اسرع ولو فولتج والريجولر. طيب قلنا بقى البيتا دي اللي هي بتتسجل امتى؟ لو فتحت عينيك او ثينكينج واتنشن. طب الالفا ويفز اللي هي اهم واحده اللي بتحدث في الادوليسنس دي بتزيد بايه؟ بالهايبوغلايسيميا نقص الجلوكوز، هايبوثيرميا نقص الحراره، هايبوكورتيزيزم نقص الكورتيزون. يبقى ثلاثه هايبر هم، لكن في واحده هايبر الهايبرتنشن. يبقى ايه اللي يزود الالفا ويفز؟ هايبو 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 هايبر. بقولهم تاني يا اولاد، هايبو جلايسيميا نقص الجلوكوز، هايبو ثيرميا نقص الحراره، هايبو كورتيزيزم نقص كورتيزون الكورتيزون لكن زياده الضغط الانكريز ارتيريال بلاد بريشر. ودي الحاجات هنا اللي بتعمل كده، والعكس تعمل فيها صوره عكسيه. يبقى ريفيرس في هذه الحالة يزودها. دي أنا آسف، دي الألفا ويفز بتقل بالحاجات دي، مكتوبة خطأ، بتقل بنقص ال
الجلوكوز والهايبوثيرميا والهايبرتنشن ونقص الجلوكوز والهايبوثيرميا والهايبوكورتيزم والهايبرتنشن، والعكس يعمل العكس يا أولاد. طيب نيجي للجدول اللي فيه الأربعة ويفز بتوعنا، اتفرج عليهم. نيجي للجدول اهو، عامل لكم جدول لطيف قوي على الـ types of normal ECG waves، انواع الالكتروانكيفالوجرام waves. قلت افتكروا اولاد الالفا والبيتا دي بتحدث في الكبار في الادلت، اهي حاطط لك حاجه جميله خالص في الادلت. طب وانت صغير وانت انفنت الدلتا، ولما تكبر شويه الثيتا. حتى انا بقول عشان تفتكروها بطريقه لطيفه. من حيث الفريكوانسي عندي طريقه لطيفه في الحفظ، وانت صغير اقل فريكوانسي الدلتا من 1 ل 3 هرتز يعني سايكلز بير مينت. طب لما تبقى طفل وتسجل الثيتا زود، يبقى 4 ل 7 هرتز. طب لما تبقى ادلت، ادلت مؤدب الفا اللي هو 8 ل 13 هرتز. ادلت غير مهذب فاتح عينيك، او قلنا في نفس الوقت بتفكر ثينكينج، هتتقفل الالفا ويجي بداها البيتا اللي هي 18 ل 30. ويلاحظ يا اولاد إنه لما بيبقى عدد الويفز قليل زي ما قلت لكم يبقى الامبليتيود عالي 100 ملي فولتس، لكن لما الويفز عددها يزيد الامبليتيود يقل، تناسب عكسي 50 ملي فولت في الالفا، البيتا اكتر يبقى الامبليتيود اقل 20 ملي فولتس. يبقى انا قلتها لكم بطريقه جميله خالص، تعال قولها تاني. يبقى حضرتك وانت كبير بتسجل مين؟ بتسجل الفا، تبتدي الالفا تظهر وحضرتك كبير في الادوليسنس، بس بشرط، تعال نشوف بقى الشروط. تبقى حضرتك زي على شيزلونج وقاعد على البحر، ده طبعا مزاح، انت طبعا تقول الثلاث حاجات اللي قلتهم كال روم كومفورتبل تمبريتشر وكمبليت فيزيكال ومنتال ريست. فانا هفسرها بطريقه لطيفه كانك قاعد على شيزلونج، يبقى فيزيكال ومنتال ريستنج لكن صاحي مش نايم، اويك وكلوزنج الايز. ومفروض نزود عليها يا اولاد اللي هي واندرينج مايند، يعني نبقى مش مركزين في شيء بذاته، بنحرك كده سايبين روحنا نفكر زي ما احنا عاوزين، ما تركزش في شيء بذاته، ما تعملش كده ابدا والا مش هتسجل الفا. وانس حضرتك قلت فتحت عينيك او ثينكينج او اتنشن هيحصل الفا بلوك وتبقى ريبليست بالبيتا، العدد هيزيد تبقى 18 ل 30 هرتز والفولتج هيقل يبقى 20. يبقى دول بتوع الادلت، الالفا بتتسجل في البارايتال والاوكسيبيتال والبيتا بتتسجل في الفرونتال ريجن. وانت رضيع كنا بنسجل الدلتا، وانت طفل بنسجل الثيتا. طب هل ممكن الدلتا والثيتا، سؤال ام اس كيو مهم جدا، يتسجلوا في ادلت؟ اه في السليب يا اولاد، خاصة الدلتا اللي هي ابطأ ويفز في السليب، وها منطقية انك انت نايم يبقى كهربة المخ هتبقى ايه في هذه الحالة؟ هتبقى قليلة، يبقى في السليب تمام؟ او الثيتا ويفز برضو بتتسجل في اثناء السليب. يبقى نقولهم تاني يا اولاد، يبقى قولوا معايا من فضلكم. يبقى وحضرتك ادلت لما تدخل في الادوليسنس، لما تدخل في فترة الادوليسنس بتسجل ايه؟ افتكروا، تسجل حاجة من اتنين، يا اما تسجل الفا ده في العادي خلاص، يا اما تسجل بيتا، يا تسجل الفا يا اما تسجل بيتا.
طيب امتى تسجل الفا؟ قلنا لو حضرتك لازم تبقى مش مركز في حاجه، سايب نفسك قافل عينيك كومبليت فيزيكال ومنتال ريست مرتاح، وبعدين كلوزنج يور ايز، وبعدين في نفس الوقت تبقى نو ثينكينج اور اتنشن، اللي هو بيسموها يا اولاد واندرينج مايند، يعني عقل يعني سايب مخك. ده تسجل الفا، دي اشهر واحده يا اولاد. لو فكرت او فتحت عينيك يحصل حاجه اسمها الفا بلوك وتبقى ريبليسد بالبيتا، يبقى دول بتوع الادلت. انا اسف، الفا بلوك دي بتاعه الادلت. طب وانت صغير قلت انت انفان كنا بنسجل الدلتا، لما بقيت شويه بنسجل الثيتا، وحفظتها لكم بطريقه حلوه. تعالى بقى نعيد الجدول ده تاني لانه رخم شويه يا اولاد. يبقى تاني في الويفز اوف الكترو انكيفالوجرام في كام ويف، في كام ميجر ويف عندنا في الانسان؟ قولوا معايا، اربعه، اتنين للكبار الفا وبيتا، واتنين للصغيرين اللي هي الثيتا والدلتا. قلتها بطريقه جميله، وانت صغير خالص خالص انفانت بيبقى اقل عدد من الويفز، طريقه حلوه عشان ما تنساش، اللي هو الدلتا واحد لثلاثه، بقيت تشايلد زود يبقى 4 ل 7، بقيت ادلت 8 ل 13. حتى خد بالك الاعداد ورا بعض، عندي طريقه حلوه في الحفظ، يبقى 1 ل 3 وانت انفنت الدلتا، 4 ل 7 وانت تشايلد الثيتا، لما تبقى ادلت الالفا 8 ل 13. وخد بالك لما العدد يبقى قليل الفريكوانسي قليله بتبقى الامبليتيود عاليه جدا. خلاص هنا 100 في الاثنين دول، وبعد بقت 50. قلنا ده الالفا، امتى تسجل الفا؟ فاكرينهم؟ لازم تبقى قاعد بمنتهى الادب، مغمض عينيك كومبليت فيزيكال ومنتال ريست، قاعد على الشيزلونج كومبليت فيزيكال ومنتال ريست، ومغمض عينيك وما تفكرش في حاجه. تفتح عينيك يعني تعمل دايركشن اوف اتنشن او تفكر في الامتحان والنتيجه وهكذا، يتقفل الالفا ونيجي اسرع ويفز اللي هي البيتا، اللي هي بتبقى 18 الى 30 هرتز، دي اسرع واحده، وطبعا الامبليتيود يبقى اقل 21 ملي فولت. طيب السؤال الجميل قوي في الام اس كيو، احنا قلنا الدلتا في الانفنت والثيتا في التشايلد، امتى الاثنين دول اللي هم ما لهمش دعوه بالادلت يتسجلوا في الادلت؟ during sleep. طب مين اكتر واحده اللي بتتسجل في السليب؟ الدلتا. الدلتا عرفها، هنيجي للسليب حالا تبقى عارفه. طالب مره سالني قال لي طب انت يعني هنا انا مش شايف الجام، انا قلت يا اولاد ان هم اربعه ويفز يعني يوجد اربعه ويفز يعني هم الاساس، وانت كبير الالفا والبيتا، وانت صغير الدلتا والثيتا. الجاما في عجاله اللي عاوز يعرف عنها كلمتين، الجاما دي بتتسجل في حاله معينه جدا. امتى حضرتك سجل الجاما؟ لو كان فري كروس موديل سنسوري بروسيسنج. يعني ايه؟ كلمه صعبه. كروس موديل سنسوري بروسيسنج يعني يعني بنعمل ستيميليشن لتو سنسيشن ات ا تايم. يعني حضرتك بترى وتسمع sounds and lights، عارف زي الصوت والضوء. اودي المثال اسهل، وانت بتشاهد التلفاز بتبقى حضرتك بتفرج بعينك، يبقى ده السايت، وبتسمع بودنك، ده الاذن. في الحاله دي تسجل الجاما، دي اقل واحده شيوعا عندنا. افتكر بقى الجاما مرتبطه بالتي في، وما تشرحهاش هنا خالص، انا بقولها بس عشان انا يا اولاد مش جاي اقرا معاكم، انا عاوز ناس فاهمه ليه احنا خدنا الاربعه دول بس، عشان دول الاساسيين. في وانت كبير قولوها من الاكثر اهميه وانت كبير، الالكترونكيفالوجرام ده في الكبار اساسا، اللي هو الالفا والبيتا. طب وانت صغير الدلتا ثم الثيتا، يبقى معلومه حلوه اهو. طب هل ممكن نسجل الدلتا والثيتا وانت كبير؟ اه، وانت نايم، خاصه الدلتا. ده سؤال المسكيو. طب قلت لكم نقطه تانية لطيفه في الشرح، انه انت صغير اقل عدد من الويف 1 3، بعدين على طول يبقى بعدها 4 7، بعدين بعدها 8 13. حتى قلت يعني تابع الاعداد ورا بعض 1 3 4 7 8 13، يعني بحفظ معاك اهو. وانس شغلت مخك او فتحت عينك
thinking او attention لحاجه تتقفل الالفا ويجي اسرع ويفزل اللي هي البيتا 18-30 هرتز. وقلت ان لما يبقى الفريكوانسي قليله الهرتز قليل يبقى الامبليتيود عالي. فانت طفل الموجات بطيئه بس قويه 100 ملي فولت، الالفا 50 البيتا 20. اظن سهله. ولا تنسى يا اولاد وصلحناها اهي، اوريها لكم تاني، ان قلنا الالفا بعددها بيقل بيقل حاجه لطيفه في الحفظ لما يقل ثلاث حاجات، هايبوغلايسيميا اهي نقولها اهي بتقل بتقل مع الهايبوغلايسيميا، هايبوثيرميا وهايبوكورتيزيزم، ثلاثه هايبو نقص الجلوكوز نقص الحراره نقص الكورتيزول او زياده الضغط هايبرتنشن. طب وبالعكس تزيد عددها في ريفرس كونديشنز، تبقى عارف الكلام ده. طيب كلينيكال يوز اوف الكترو انكيفالوجرام، يعني بنستخدمه في ايه الالكترو انكيفالوجرام؟ الحقيقه في حاجات كتير قوي، انما انا عاوز نعرفها في عجاله يا اولاد. اول حاجه نوكلايز البرين تيومرز، يعني نعرف ان في برين تيومر ونعرف موقعه فين. اللارج تيومر بيوقف الالكتريكال اكتيفيتي، بيقلل الالكتريكال اكتيفيتي، بالعكس السمول تيومر خلاص بيكسايت بيزود الفولتج. عارف ليه؟ لان اللارج تيومرز بيدستروي فمفيش كهرباء، انما السمول تيومر بيريتيت فبالعكس يبقى فيري هاي فولتج. طب تاني حاجه في اليوز اوف الكترو انكيفالوجرام في الدياجنوزو ابيليبسي الصرع، والصرع نوعان يا اولاد مش عاوز تهتموا بالصوره قوي. الصرع فيه جراند مال وفي بيتي مال، مال يعني خلل، مال يعني حاجه غلط، وقلت جايه من كلمه ملاريا، مال ايه افتكروا زمان الملاريا جايه من استنشاق الهواء الفاسد عند المستنقعات. هو طبعا الملاريا بتيجي اللي هي من اشهر الامراض المعديه في العالم فقط المعلومات العامه من قرص البعوض، والبعوض عند المستنقعات الماء الراكده اللي ريحتها وحشه، فافتكروا الواحد لما يرتعش ويسخن عشان شم هواء وحش، مال اير، ومن هنا جت كلمه مالاريا، مال اير مالاريا. يلا هي فقره المعلومات العامه، فكلمه مال يعني خطا، لكن قلنا بقى الملاريا بتيجي من قرص البعوض مالهاش دعوه بالهواء الفاسد بتاع المستنقعات. جراند مال يعني خطا ضخم، جراند يعني كبير، زي ما نقول جراند اوبننج يعني افتتاح كبير، بيتي مال يعني خلل صغير. يبقى الابيليبسي بينقسم الى انواع كثيره جدا، دول اهم نوعين. جراند مال في الشخص بيحصل له كونفالشنز تشنجات حتى دي مهمه قوي، انما البيتي مال الاتاك ما فيهاش تشنجات خالص. امال فيها ايه؟ البؤره الكهربائيه في المخ تدي شويه كهرباء تشل المخ فكريا بس، لكن ما انقبضش العضلات، وطبعا كارثه. يعني حتى لو واحد عنده بيتي مال وجات له النوبه يبقى هتطلع من البؤره دي كهرباء تشل مخه، يبقى لو سايق كارثه مش هيتصرف لحد ما النوبه تروح. المهم ان الابيليبسي نوعان، لو في كونفالشنز نسميه جراند، جراند كبير، جراند اوبننج يعني الافتتاح الكبير مثلا، انما لو ما فيهوش كونفالشنز يبقى الكهرباء بس بتشل المخ بس، لكن ما بتعملش كونفالشن، ما بتعملش تشنجات. سموها بيتي مال، بيتي يعني صغير زي بيتي فور اللي هو المعجنات الصغيره الفرنساوي دي، بيتي بيتي فور. خلاص؟ طيب ده نشخصه ازاي وده ازاي؟ انا هقولها بس ده مش عليكم مش مهم. في الجراند مال بيبقى فيه لو فولتج سبايك فولود باي سلو ويفز، سبايك ورا سلو ويفز. في البيتي مال بيبقى فيه دوبلتس ثنائيات، سبايك ودوم يعني قبه، سبايك ودوم، سبايك ودوم بمعدل 3 بير سكند. ثالث اهميه للالكترو انكيفالوجرام يا اولاد ان احنا بنشخص بيها السليب ديس اوردرز، يعني زي ما هناخد السليب دلوقتي حالا. رابع اهميه اللي هي الكونفرميشن اوف برين ديث، هو يعني ايه موت اكلينيكي؟ يعني المخ مات يبقى لازم ما فيهوش كهرباء، حط الالكترودز على السكالب ما لاقيش كهرباء خالص. يبقى في عجاله تاني ما تلخبطوش يا اولاد، يمكن تسجيل نوعان من الكهرباء في المخ. نوع لو اثرت الريسبتور فيسموه ايه؟ قولوا لي انتوا بقى. ايفوك
الكتريكال بوتنشال. ولما تثير لازم يبقى العيان طبعا انستايز، فاهم ليه؟ لان انت عاوز ريسبتور واحد بس اللي تستثيره، بس توقع بقيه ريسبتورز، يبقى لازم يبقى العيان متخبط ويطلع نوعان من الكهرباء. نوع يروح للاريا اللي بتستقبل احساس يسموه برايمري ايفوك بوتنشال، ونوع يروح لكل المخ يبقى يسموه ديفيوز. ديفيوز يعني منتشر. سكندري ايفوك بوتنشال اللي هو سببه ان كل احساس غير انك بتحسه في الاريا المعنيه بيستيميليت النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي، تشغل كل الكورتكس عشان يديك حاله الاروزه اللي هي التنبه اللازمه لادراك الاحساس. طيب امال ايه الاي اي جي؟ ده سبونتينيوس، يعني ده من غير ما نعمل اثاره للريسبتور. يبقى لازم حضرتك قلت تبقى صاحي مش انستايز، وفي ثلاث حاجات بحرف السي قلنا يبقى عندك كالم هادي، وبعدين كومفورتبل تمبريتشر، وبعدين كومبليت فيزيكال ومنتال ريست. وقلنا يوجد أربعة ويفز اساسيه، حتى كلمتكم على الجاما اللي مش عليكم عشان ما حدش يقول لي فين الجاما. الجاما لما يبقى افتكرها الضوء والصوت، التلفزيون بتشوف وبتسمع. وانت كبير في كام نوع من الويفز؟ الفا وبيتا. طب وانت طفل او رضيع؟ الثيتا الدلتا ثم الثيتا. وقلت وانت صغير افتكر، انت بتكبر وعدد الموجات بتكتر، واحد لتلاتة، بعد العدد اللي وراه تلاتة هتبقى اربعة لسبعة، العدد اللي وراه تبقى تمانية الى تلاتاشر، ده بتاعت ادلت. وبعدين قلت لو انت الالفا دي لها مواصفات معانا، ادلت زي حضرتك كده قاعد على شيزلونج مغمد عينيك، طبعا انت ما بتبقاش قاعد على الشيزلونج، انت قاعد عندنا في العياده، بس يعني تخيل موقف، يعني ممكن واحد اللي قاعد على الشيزلونج ده لو عملناها له على البحر يتسجل كده، اللي هو قاعد لما مش مفتح عينيه مهذب مفكرش في حاجه، وانس فتح عينيه او فكر في حاجه يحصل الفا بلوك وتيجي براها البيتا اللي هي 18 30. قلت معلومه مهمه يا اولاد، ان كل ما زاد الفريكوانسي قل الامبليتيود، كميه بقى 50 بقى 20، دول في الادلت ودول في الانفانتي تشايلد. طب في سؤال مهم جدا في الام اس كيو، هل ممكن يسجل الدلتا والثيتا في الادلت؟ اه ديورينج سليب، وطبعا الثيتا بتسجل كمان لو في ايموشنال ستريس، والجاما قلنا مع التي في. طب الكلينيكال يوز اوف اي اي جي، هتقول في البرين تيومر تشخص بيه برين تيومر، مش بس برين تيومر يا اولاد، اي برين ليجن، حتى لو في هيماتوما سبديورال هيماتوما هتأثر على كهربة المخ، أي برين ليجن. ثم نمرة اثنين الإبيليبسي الصرع، ثم نمرة ثلاثة السليب ديس أوردر، ثم نمرة أربعة اللي نشخص بيها البرين ديث، ما فيش كهرباء في المخ، توقفت المخ، ما فيش كهرباء اللي هو الموت الإكلينيكي. سلام بقى لو واحد كتب الكلام ده وأضاف عليه إن الألفا اللي هي أهم واحدة بتاعتنا إحنا في الأدل دي بتقل مع هايبو 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 هايبر، فاكرينهم قولهم لي بقى. هايبو جلايسيميا، هايبو ثيرميا، هايبو كورتيسيزم اند هايبرتنشن، يبقى مع الهايبو تقل، طب وعكسهم تزود الالفا. يا سلام لو كتبتوها كده بقى يا اولاد، ادي كهربه المخ كما ينبغي ان تفهم، لان انا عارف الحته دي معقده. نيجي للسليب برضو كما ينبغي ان يفهم. النوم، ما هو النوم؟ فقدان للوعي، loss of consciousness، يقول لك سقط نائما. From which a person is aroused by a proper stimulation. يعني انت بتفقد وعي بس ممكن ارجعك للوعي تاني بproper stimulation. لو فتحنا النور كلمناك، او اهم واحدة قلنا مين يا اولاد بقى اللي بتشغل الريست خليك تتيقظ القرصة، افتكر البين، او مش عاوز تنام في ايام امتحانات امشي. الامبلس اللي جايه من البروبريسبشن من تحت ومن فوق من الكورتكس، السيجنالز جايه من الكورتكس بتاعت فولنتري موفز. يبقى السليب فقدان للوعي يمكن ايقاظ الشخص منه ببروبر ستيميليشن عشان نفرقه من الكوما. ما هو في الكوما برضه في الغيبوبه في لوس اوف كونشس، بس مش ممكن بستيميلاي عاديه نرجعك تاني للوعي. تايبس اوف سليب، قبل ما اقول التايبس اوف سليب بحب اقول حاجه لطيفه يا اولاد. قلت وحدانيه الديزاين، التصميم تثبت وحدانيه الخالق.
لما قلت لكم ان ربنا عمل كل حاجه في دورات، وقلت من اكبر شيء في عالمنا هذا دورات، واصغر شيء دورات، وديت المثال، فقلت النجوم اللي هي اكبر حاجه تدور حولها الكواكب في المجرات، ده اكبر حاجه. طب واصغر حاجه؟ الاتوم، الذره، عباره عن نيوكليس يدور حوله الالكترون. مرورا كل حاجه بعد كده ربنا حاططها في سايكلز، خدنا كاردياك سايكل ومنسترال سايكل، والهرمونات، في هرمونات تعلى بالليل وهرمونات تعلى الصبح. ايفن يا اولاد، واحد من اهم الاكزامبل للسايكليك فينومينون اللي عاملها الخالق اللي هي السليب فيجيلانس سايكل، يعني دوره النوم والتيقظ. ننام ونتيقظ، ننام ونتيقظ، ننام ونتيقظ في توالي، دوره. ايفن داخل السليب نفسه، داخل النوم، في سايكل، يعني ان في سايكل السليب فيجيلانس، يعني دوره النوم والتيقظ. النوم نفسه، النوم نفسه في سايكلز، السايكل بتقعد ساعه ونص، حوالي 90 دقيقه، وفي كل 90 دقيقه بننام بطريقتين. معظم النوم، معظم 90 دقيقه، 80% من 90 دقيقه ما بتحركش عينيك تحت الجفون، وغالبا ما بتحلمش، وحتى لو حلمت مش هتتذكر الحلم. يسموها نون رابيد اي موفمنت سليب، نون ريم سليب. يبقى نون ريم دي اختصار ايه بقى؟ نون رابيد اي موفمنت سليب. و 20% من النوم بيبقى ريم سليب، رابيد اي موفمنت، حرك عينيك وبتبقى في هذه الوقت بتحلم، ويمكن لو ايقظناك في اثناء الحلم ممكن انك انت تتذكره. يبقى حتى حلوه، يبقى بننام في دورات، يعني النوم والاستيقاظ دورات. طب النوم نفسه دورات، في الليله الحلوه اللي بتنام نوم كويس تاخد لك على الاقل 4-6 دورات. طب مده الدوره 90 دقيقه، مده الدوره 90 دقيقه، اهي السايكل. جواها 80% ما بتحركش عينيك تحت الجفون، يبقى نون رابيد اي موفمنتس، وحتى لو ايقظناك مش هتتذكر حلم. و20% بتحرك عينيك رابيد اي موفمنتس، ولو ايقظناك لازم اول وذ ذا بيرسون ريبورتس ا دريم، لازم الشخص يتذكر الدريم، لابد انك تتذكر الدريم. وعاوزك تعملوا تجربه لطيفه النهارده يا اولاد. راقب كده حد من اللي نايمين، بس طبعا هيبهدلك بعدها، واول ما تلاقي عينيه بتتحرك تحت الجفون صحيه. اولويز هيقول لك كنت بحلم. ده ازاي عرفنا؟ طيب قلنا السايكل 90 دقيقه، ازاي بندخل في السايكل؟ اول ما تنام الطبيعي تدخل في النون ريم سليب، يعني ما تحركش عينيك وما بتحلمش في الاغلب، واذا بتحلم مش هتتذكر الحلم لو صحيناك. النون ريم سليب ده 4 ستيجز، بتدخل اول في ستيج 1 و 2، وبعدين يتعمق النوم فتدخل في ستيج 3 و 4. ستيج 3 و 4 دي ممكن يقعدوا اب 70 دقيقه مثلا. ثم بعد كده النوم يخف، يعني النوم تعمق الاول 1 و 2، اخف من 3 و 4، النوم يخف وتدخل في الريم سليب اللي هو الرابيد اي موفمنت سليب اللي هو النوم بتاع الاحلام. وقلنا مره اخرى السايكل كام؟ 90 دقيقه. قلنا يبقى انت في الليله العاديه بتنام لك الدوره 90 دقيقه، يبقى بتعمل لك على الاقل 4-9 دورات، وبالتالي تبقى 4-9 دورات، تبقى 4-6 دورات، يبقى 4-6 مرات فيهم ريم سليب بتحلم، ان ا جود نايت سليب، في ليله نايم كويس تاخد لك 4-6 دورات، كل دوره فيها 80% نون ريم، عينيك ما تتحركش ولا نسجل احلام حتى لو صحيناك، و20% عينك بتتحرك تحت الجفون، اللي حرك ليفت كده حتى بقولها في مزاح، بتتفرج على الاحلام فعينيك بتتحرك. يبقى افتكر كانوا زمان حتى يسموا الريم سليب، الرابيد اي موفمنت سليب، دريم سليب، يعني اللي فيه الاحلام، ولو ايقظناك هتتذكر الحلم. يبقى كل يوم بتحلم لك، يبقى 4-6 دورات، يبقى عندك 4-6 مرات بتحلم. طب هنا في سؤال مهم جدا في الام اس كيو،
هل في ناس تحلم وناس ما بتحلمش؟ لا، ما قلنا كل الناس بتنام نون ريم وريم وبتحلم، ده مش كده وبس، مش كل الناس بتحلم وبانتظام، يعني 20 دقيقة من كل 90، 20 دقيقة من كل 90. يبقى في الام اس كيو مين الإجابة الصحيحة للدريمز؟ ان كل واحد بيحلم، ادي إجابة صحيحة، وان ريذميك واي، بطريقة منتظمة. طب احنا ليه بسنا ليالي كتيرة جدا ما حلمتش؟ لا، انت حلمت بس استيقظت في النون ريم، فما النون ريم ما فيهوش تذكر. لكن لو حضرتك استيقظت في الريم، اولويز ريبورت ا دريم اللي هو كنت بتحلمه وقلت جربها، شوف اخوك كده وهو نايم عينيه ابتدت تتحرك تحت الجفون، صحيها يقول لك بحلم. طب من الحقائق اللطيفه اللي بقولها وانا عارف انها مش عليك، الريم سليب اي واعني الاحلام بتحدث في الفيتس، يعني في الجنين وفي الماملز، في كل الثدييات وبعض الطيور، يعني حتى الأجنة عندها رابيد اي موفمنت سليب، يعني بتحلم. كل الثدييات بتحلم، بعض الطيور بتحلم، وعرفنا ازاي وهم نايمين سجلنا الريم سليب، الدواء بتاع الدريمينج. لكن السؤال طبعا لما تسألهنيش حضرتك بيحلموا بايه، دي مش هعرف اجاوبك عليها. انما من الحقائق الجميله ان وانت جنين داخل بطن الام بتحلم. طب عرفناها ازاي كاطباء؟ ان سجلنا بالسونار لقينا عينيك بتتحرك تحت الجفون، وهذا لا يحدث، لا يحدث غير مع الاحلام، وكل الحيوانات بتحلم وبعض الطيور. طيب في حاله الميل بقى وهو بيحلم، 80 ل 90% من الاحلام بيبقى عنده اريكشن، انتصاب. الذكور وهي بتحلم بيبقى عندها انتصاب في العضو الذكري. ولقينا لما صحيناهم 12% من هذه الأحلام فيها سيكشوال كونتنتس، أحلام جنسية. دي كانت مقدمة يا أولاد. يبقى سيبنا من المعلومات الطريفة العامة، خلينا في المعلومات الأساسية. وحدانية التصميم تثبت وحدانية الخالق، إن ربنا عمل كل حاجة في دورات من أول الكون، كواكب تدور حول النجوم، لأصغر حاجة الذرات، إلكترونز يدوروا حول النواة. ما بين الاثنين دول أكبر وأصغر حاجة، كل حاجة عملها ربنا في دورات، وأدي أشهر دورة اللي هي دورة النوم والاستيقاظ، The Sleep Vigilant Cycles. وداخل النوم دورات، كل دورة 90 دقيقة، تنام 80% منها، ما بتحركش عينيك تحت جفون نون ريم سليب، ما بتحلمش، وحتى لو حلمت لا تتذكر الحلم. و20% بتحرك عينيك ريم سليب، رابيد اي موفمنت سليب، لازم تكون بتحلم. وقلنا يا اولاد ان بناخد لنا في الليله الحلوه 4-6 دورات، يعني بنحلم 4-6 مرات. ومن المعلومات الطريفه اللي مش مهم تقولها، ان الاجنه والثدييات وبعض الطيور بيحلموا، وإن الميل في أثناء الأحلام في 80-95% من الحالات بيبقى عنده انتصاب، و 12% من أحلامه بتبقى أحلام جنسية. تعال بقى نقول جدول، عامل لكم جداول في هذه المحاضرة جميلة هتساعدك. النوم قلنا فيه نون رابيد اي موفمنت سليب ورابيد اي موفمنت سليب. النون ريم سليب بيسموه سلو ويف سليب، هنعرف ليه وهحكي لكم حكايات لطيفه قوي دلوقتي. اما الريم سليب بيسموه بارادوكسيكال سليب، بارادوكسيكال يعني متعاكس. هقارن ما بين الريم والنون ريم في 8 نقاط، وبليز اسمعها من العبد الله عشان تفهمهم، والا عمرك ما هتفهم الكلام ده. النقطه الاولى، قلنا ان حضرتك بتبتدي بالنون ريم، تبتدي بالنون ريم الذي يشكل 80% من الدورة، ومدة الدورة 90 دقيقة. ثم بعد ما تخلص الأربعة ستيجز بتاعت النون ريم، النوم يقعد يتعمق من ستيج 1 ل 2 ل 3 ل 4، بعد ما يتعمق جدا السليب لايتنز يخف، وتدخل في الريم سليب اللي هي بعد الفورث ستيج اوف نون ريم، النوم يخف وتدخل في الريم اللي هو يمثل 20%، يعني حوالي 20 دقيقة. خلاص؟ ده أول نقطة في التمن. نيجي الإلكترو إنكيفالوجرام. لو حطينا جهاز المخ الكهربائي حوالين مخك،
في النون ريم نسجل اربع مراحل. الاول نسجل هاي فريكوانسي لو فولتج ويفز، وهنبص بقى اللي جايه دي مهمه واحفظها. نسجل سليب سبيندل يعني مغزل النوم، ثم نسجل فريكوانسي تقل والامبليتيود يزيد، او الفولتج يزيد والفريكوانسي تقل. اتعلمناها في رسام المخ، لما الفريكوانسي تقل قوه الكهرباء تزيد في ستيج 3 وتقل اكتر وتزيد قوي في ستيج 4، يبقى فيري سلو ويفز. عشان كده سموا هذا النوع سلو ويفز سليب، لان اكتر ما يميزه بص في الرسمه ان في سلو ويفز. حتى قلنا في هذا النوع ممكن نسجل الدلتا ثم الدلتا ثم الدلتا اهي، وميثيتا، اللي هم يتميزوا بان هم فيري سلو ولارج فولتج، عشان كده سموه سلو ويف سليب. ولا تنسى السؤال الام اس كيو مهم جدا، هل الثيتا الدلتا الاهم والثيتا ممكن يتسجلوا في الادلت؟ الثيتا والدلتا اللي هم سلو ويفز بيتسجلوا في الادلت لما يبقى نايم during sleep، عشان كده سموا النون رابيد اي موفمنت سليب سلو ويفز سليب. انما تعالى بقى في اثناء الاحلام، حاجه غريبه جدا، مين الويف بتاعت شخص متيقظ البيتا ويفز؟ فاكرها اللي قلنا كان هاي فريكوانسي والريجولار، كانت بتبقى جامده من 18 لما هو فوق، وفي نفس الوقت الامبليتيود قليل 20 والريجولار. من غرائب الاقدار يعني الريجولار لو فولتج وهاي فريكوانسي، كانه اليرت، كانه صاحي. يعني الواحد هو بيحلم برسام المخ الكهربائي بيسجل الكهرباء بتاعت شخص صاحي صاحي. فاكر البيتا كانت تحصل لما تبص او لما تفكر في حاجه، واللي هي بتتميز بانها سريعه، ودام سريعه يبقى الفولتج قليل والريجولر. يعني اللي بيبقى بيحلم كانه مصحصح، عشان كده سموها بارادوكسيكال سليب، يعني النوم المتعاكس، ان حضرتك نايم 100% نايم، بس الاي اي جي بيسجل الكهرباء بتاعت واحد مش مصحصح، مصحصح قوي. ما هو الالفا صاحي، في الالفا لازم الشخص يبقى ويكن بس مهذب، بيبقى قلنا قافل عينيه وما بيفكرش في حاجه، اللي هو كنا قلنا بيسجل من 8 ل 13 اعتقد. انما ده وانت بتحلم، لا انت حضرتك بتسجل كهرباء شخص صاحي اهي، البيتا ويفز. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه دي ببلاش بقى، ان الايز هنا ما فيش فيها موفمنتس، نون رابيد اي موفمنتس، انما ديفيتد ابورز. انما هنا اهم حاجه في النوع الرابيد اي موفمنتس ان الاي اي فيها رابيد اي موفمنتس، تمام. النقطه اللي بعد كده، تفتكر انت طب الواحد الراحه الحقيقيه الفيزيكال بتبقى في انهي نوع؟ طبعا مش ممكن في الاحلام، ده احنا في الاحلام قلنا الاي جي بيسجل بتاع واحد صاحي، فبيبقى هنا الهارت ريت والريسباتوري ريت والارتيريال بلاد بريشر كل ده زايد. انما بالعكس بقى، وفي النون ريم سليب اللي هو 80% من سليب ما بتحركش عينيك، بيبقى الهارت ريت والريسباتوري ريت والارتيريال بلاد بريشر والميتابوليك ريت خاصه بتاع البرين كل ده ديكريز. فعشان كده حتى هبقى اقولها لكم في الاخر، ان الفيزيكال ريست بناخده في النون ريم سليب، انت بتحلمش بتاعك خالص. المينتال ريست بتاخده في الدريم سليب، في الرابيد اي موفمنتس. عارف ليه؟ لان الاحلام دي افرازات للي جواك، في الولاد افرازات للرغبات الجنسيه، وطبعا في البنات برضه بس في الولاد اكتر. لما واحد يبهدل كرامتك الصبح تحلم انك انت بهدلته، مش قادر تبهدله في الحقيقه، تبهدله في الاحلام. طيب نيجي ثلاث نقط الاخرانيين مش هتفهمهم غير مع العبد لله وبمنظور العبد لله. ايه اللي يضمن ان الانسان ما ينفذش احلامه؟ يعني افرض ان انا حد ضايقني وحلمت ان انا قتلته، ايه اللي يمنع الانسان انه يكسكيوت هيز دريمز؟ وعلى فكره دي هناخدها ضمن الابنورماليتيز اوف دريمز، ضمن اللخبطه في النوم، ان الواحد ينفذ الاحلام وهو نايم. ثلاث ضمانات عملها ربنا لعدم تنفيذ الاحلام،
واحد انه التوكينج والووكينج ابسنت في الريم سليب، يعني وانت بتحلم ما تقدرش تقوم تمشي او تتكلم، لان احنا بنشوف ناس بيتكلموا وهم نايمين، وبنشوف ناس بيقوموا وهو نايم يمشي وعاوز يخرج من الباب نصحيه فوق ويقولك كنت ما كنتش واخد بالي. يبقى التوكينج والووكينج انك انت تمشي وتتكلم في اثناء النوم لا يحدث مع الاحلام، ده اول ضمان. طب تاني ضمان انه الثريشولد اوف اويكن، يعني مدخل الايقاظ هاي، صعب عارف توقظ شخص وهو ما بيحلمش في النون ريم سهل جدا، اقل هزه تصحيه، انما هو بيحلم لا، الثريشولد بتاع الاراوزال فيري هاي والشخص ديفيكلت اويك، ادي تاني ضمان ما يقومش ينفذ الحلم. طب الضمان الثالث والاقوى ان الواحد في اثناء الاحلام بيبقى عنده ماركد هايبوتونيا ايفن باراليسيس، وهقولها لك من الحياه، لما حضرتك بتحلم بكابوس تبقى املك تحرك صباع بس، تنده الحقوني غثوني مش ولا صباع بيتحرك فيه، كومبليت باراليسيس. يبقى ثلاث ضمانات عملها الخالق لعدم تنفيذ الاحلام. نقولهم تاني، ان المشي في اثناء النوم والكلام اثناء النوم لا يحدث في الاحلام، مش ممكن تقوم تمشي، بينما في النون ريم بيقوموا يمشوا بيتكلموا هم نايمين. تاني حاجة ان ايقاظ الشخص في اثناء الاحلام صعب، هاي ثريشولد difficult to be awakened، بينما سهل في وهو ما بيحلمش. تالت حاجة انه التون بيبقى ماركد هايبوتونيا وايفن باراليسيس، وانت بتحلم مفتكر الكابوس ما تقدرش تحرك صباع، بينما بيبقى هنا هايبوتونيا بس. يبقى شفت التلاتة دول لما خدناهم باللون الاحمر لطاف ازاي وجمال مش هتنساهو، اهي انه التوكينج والووكينج ابسن في الاحلام، صعب ايقاظ الشخص، هاي الثريشولد اوف اويكن هاي وديفيكلت تو بي اويكن، وماركت هايبوتونيا. هناك لا، النوم في اثناء المشي والكلام بيحدث وانت ما بتحلمش، بريزنت ايقاظك سهل وانت ما بتحلمش، التون مجرد قليل لكن مش ماركت هايبوتونيا. دي الطريقه بتاعت العبد الله ازاي تتذكر الفرق بينهم. عارف الطريقه ايه يا اولاد؟ انه وراء الخلق خالق لضمان ان لا ننفذ الاحلام، وشفنا كذا فيلم اجنبي على كده، ان يجي المحامي يقول لك ان المريض بتاع ده عمل القتل بالليل كان نايم، هنشوفها وبتحصل بس اكستريملي رير، لو الثلاثه دول ما بيحدثوش مع احلامه ويبقى ده ابنورمال سليب ونتحقق منه في مراكز النوم. يعني لما يجي المحامي يقول المريض بتاعي ده عمل المتهم ده قتل الشخص وكان نايم غير مسؤول عن افعاله لانه في حاله نوم بيعمل حاجات اوتوماتيك بينفذ احلامه، طب هاتوا يا حبيبي بقى ننيمه عندنا في السليبنج سنتر ونشوف الثلاث حاجات دي، هل وهو عينيه بتتحرك بيقوم يمشي؟ وعلى فكره سيبك من افلام اسماعيل ياسين اللي هم كانوا ماشيين وهم نايمين مغمضين عينيهم، لا، المشي في اثناء النوم بيبقى الواحد مفتح عينيه وافويد اوبستكلز، تخيل؟ يعني في النون ريم وانت ما بتحلمش بيقوموا يمشوا، بيبقى مفتح عليه كويس قوي بيأفويد اوبستكلز بس هو نايم، بالليل لما تهزه يقول لك رحت فين؟ كان نايم وقام يمشي. فنقول له تعالى يا حبيبي بقى هنحط لك المتهم بتاعنا تحت الرقابه في سليبنج سنتر، شوف وهو بيحرك عينيه وهو بيحلم، احنا عرفنا هو بيحلم امتى؟ محرك عينيه، هل بيقوم يمشي؟ توكينج ووكينج نمره واحد، هل التون ما بيقلش؟ ما بيحصلوش باراليسيس؟ هل الثريشولد اوف اويكن مش عالي؟ لو الثلاثه دول مش موجودين يمكن للشخص ان ينفذ احلامه، ده اكستريملي رير وعليها افلام يا اولاد. ده نوعي السليب بطريقه العبد الله كما ينبغي ان تفهم. 8 نقط. تاني 80% من النوم ما بتحركش عينيك نون ريم سليب، و20% تحدث بعد النون ريم لما تمر في الاربعه ستيجز اللي هو ستيج 3 و4 يبقى النوم عميق جدا، النوم يخف وتدخل في الريم سليب اللي هو 20%، وقلنا الدوره 90. ادي اول نقطه. نيجي الاي اي جي،
الاي اي جي هنا اهم حاجه تميزه ايه؟ ان الموجات بطيئه جدا في ستيت شات واربعه بتسجل ثيتا ودلتا، خلاص راحه فعلا للمخ. انما هنا ايه اهم ما يميزه في الرابيد اي موفمنتس وهو بيحلم؟ ان المخ شغال كانه صاحي. بيتا ويفز اللي هي اسرع الويفز، البيتا ويفز اللي هي بتبقى 18 30 هرتز واقل فولت ل 20 ملي فولت اهي، والرجل كانه صاحي. النقطه الثالثه ببلاش، ان دي معهاش رابيد اي موفمنتس، دي معاها رابيد اي موفمنتس بس هنا الايز ديفيتد. وبعدين نيجي الدريمز، قلت وانت بتحرك عينيك افتكرها، بتتفرج على الاحلام ده بتحلم، انما وانت بتحركش عينيك حتى لو حلمت غالبا ما بتحلمش، لكن حتى لو حلمت في دريمز نوت ريمبر. انما هنا في الريم بيبقى في احلام، لازم يبقى في احلام وريمبرد، وبتاخد وقت طويل في اثناء الريم. خدت لك بقى الثلاث نقط اللي بعد، قلت لك النقطه اللي بعد كده اللي هو الخمسه، انه مين اللي يمثل الراحه بالعقل وانت ما بتحلمش والاي سي جي هادي؟ يبقى كل حاجه قليله، هارت ريت، ريسبيرتوري ريت، ارتيا بلاد بريشر، وميتابوليك ريت، كلهم قليلين. انما هنا زي دي الثلاث نقط صعبين، انا هفسرها لك بطريقه جميله جدا بقى. انه ماذا يضمن عدم تحقيق الاحلام؟ افتكر احفظهم في الريم يبقى عكسهم في النون ريم. ان القيام المشي والكلام في اثناء النوم لا يحدث في الريم اللي هو مع الدريمز، دي واحد عد معايا. ايقاظ الشخص وهو بيحلم صعب، difficult to be awakened لانه في هاي threshold. ثلاثه ان العين completely paralyzed marked hypotonia. ده سؤال من اهم الاسئله، انواع النوم، لان الانسان يا اولاد يقضي ثلث عمره نائما، فما ينفعش يبقى مش فاهمين النوم. دلوقتي في امراض كتيره ومراكز للنوم، فعلى الاقل تبقى عارفين كاطباء انواع النوم نون ريم وريم. ده 80 وده 20، ادي اول نقطه. ده في سلو ويف، حتى لو مش عاوز تقول الاربعه ستيجز والسليب سبندر قول ده سلو ويفز، انما ده رابيد وريجولار ولو فولتج، كانك صح. الريم دي تاني نقطه، هنا العين ما بتتحركش، هنا العين بتتحرك، وعشان كده هنا بتحلم وهنا ما بتحلمش. طيب وانت مخك شغال كانك صاحي، يبقى الهارت ريت كل حاجه زايده، انما مخك هادي يبقى كل حاجه هاديه. دي النقطه الخامسه. السته والسبعه والثامنه دول الصعبين اللي هم ضمان عدم تنفيذ الاحلام، لا في توكينج ولا ووكينج، وديفيكلت تو بي اراوزد، الهاي ثريشولد اوف اراوزل، والعام بارالايزد. طيب نيجي بقى ميكانيزم اوف سليب. يوجد نوعان من السليب يا اولاد، سلو ويف سليب. الكلام الجديد بقى سيبك من الكلام اللي عند بعضكم في بعض كتبكم بيبقى مش مظبوط، انا هقول الكلام الجديد خالص دلوقتي اللي بنقوله في امريكا. في السلو ويف سليب في ثلاثة سب كورتيكال ريجونز او زونز هم المسؤولين عن النوم، لان قلنا النوم از ان اكتف بروسيس، ده سؤال ام اس كيو، مش باسيف، مش لما المخ يتعب تنام، لا في سنتر تنيمك، اتس ان اكتف بروسيس. مين اهم ثلاث مراكز في المخ بينيموك؟ كلهم تحت الكورتيك سب كورتيك، اهم واحده هي بقى، اهم واحده في الثلاثه، لو تقول واحده تقول دي الرافي نيوكلياي، كنا خدناها الرافي نيوكلياي دي في البين كنترول اللي موجوده في البونز والمضله، في الكودا البونز اند المضله، دي ذا موست بوتنت، دي اهم واحده الرافي دي. وبعدين بتستخدم سيروتونين، بتستخدم ال سيروتونين. واثبتناها ازاي يا اولاد؟ ان لو احنا عملنا قطع فوق البونز يبقى الرافي مش هتوقف كورتكس، الشخص ده يدخل في فيتال انسومنيا، خلاص فيتال انسومنيا. والرافي ده طب مين الترانسميتر بتاع النوم؟ الماده الكيميائيه السيروتونين، افتكروها، السليب بالسيروتونين، دي اهم ماده، يوز سيروتونين. وعندنا اثبات لطيف قوي ان الادويه اللي بتمنع السيروتونين فورميشن، ما انت بتنام بالسيروتونين، مفيش سيروتونين ما تنامش، بريفنت السليب. اي دواء انتي سيروتونين يمنع تكوين السيروتونين يخليك ما تنامش.
يبقى دي اهم واحده. طب مين التانيين بقى بتوع السلو ويف سليب اللي هو 80%؟ السوليتري تراكت نيوكليس اوف سوليتري تراكت افتكرها، وبعدين السوبرا كازماتيك نيوكلياي او ليفل في الهايبوثالاموس، والميد لاين نيوكلياي في الثالاموس. ادي الثلاثه المهمين في النوم الاكثر اللي هو 80% اللي هو السلو ويف سليب النون ريم سليب. رافي نيوكليس ثم رافي نيوكليس ثم رافي نيوكليس، وتستخدم السيروتونين اوعى تنسى. دي اهم نيوكليس بتنيمنا، الرافي نيوكليس في البونز والمضل، وتستخدم السيروتونين. ثم للاوائل في سوليتري نيوكليس اوف سوليتري تراكت، والسوبرا كازماتيك ليفل في الهايبوثالاموس، والميد لاين في الثالاموس. ومين اهم ترانسميتر؟ السيروتونين. اكتشف واحد جديد خالص دلوقتي اسمه ميراميل بيبتايد، اكتشفوه في البول وفي السيريبروسبان فلويد. لما خدوه ركزوه وحقنوه بالميراميل ده نلعيك تنام امينتس، بعد دقائق تكون نايم. طب نيجي الريم سليب في اثناء الاحلام، مين الترانسميتر بتاعه؟ استالكولين، كولينرجيك نيرونز، يبقى استالكولين. فين بقى انهي مركز هو اللي بيعمله؟ الميد لاين ريتيكولار فورميشن، الميد لاين ريتيكولار فورميشن. مش هطول اكتر من كده، تقدر تسمعها تاني، بس اوعى تنسى اهم نيوكليس بتعمل النون ريم سليب الرافي، بدليل لو فصلتها من المخ تقعد متوقظ الى ان تموت. واهم ماده بتستخدمها هي السيروتونين. هل في نيوكلياي تانيين؟ اه، النيوكليس اوف سيليتري تراكت، والسوبرا كازماتيك ليفل في الهايبوثالاموس، والميد لاين في الثالاموس. طب الريم الاحلام بتحلم بمين؟ بالاستايل كولين، كولينرجيك نيرونز موجوده في الميد لاين ريتيكولار فورميشن. ولا تنسى في الام اس كيو النوم اذا اكتف بروسيس، ده بقى اهم سؤال دلوقتي في الام اس كيو مش باسيف. سليب ديس اوردرز مش مفروض يهتموا بيها قوي، انما احنا بنقولها. اشهر سليب ديس اوردر هو الانسومنيا. انسومنيا يعني الارق، سببه فيزيكال او سايكولوجيكال فاكتورز. يعني لو انت عندك مرض بدني او مرض نفسي لو ممكن تنام كويس. عشان كده بنقول يا اولاد لما هنديكم في السايكولوجي ان السليب اذا اندكس اوف فيزيكال اند منتال هيلث، يعني بتنام كويس يبقى صحتك كويسه، ما بتنامش كويس يبقى في حاجه مش كويسه. والانسومنيا بس مش عينها تلات انواع، في ناس ما تعرفش تدخل في النوم، في ناس تصحى في وسط النوم كتير، في ناس تقوم بدري. كل واحد ليه علاج، مش ماليش دعوه بالكلام دلوقتي. تاني حاجة سومنابوليزم اللي هو السليب ووكينج، الناس اللي بتمشي في أثناء النوم، دي بتحصل في الأطفال أكتر من الأدلت. وبرضو مش عاوز الأفلام العبيطة بتاع سبعين ياسين، الناس اللي بتمشي وهي نايمة بيبقى في الطبيعي في وهو ما بيحلمش عشان ما ينفذش الحلم وهو ماشي في النون ريم، بيبقى فاتع عينيه الايز اوبن وافويد اوبستكلز، لما يلاقي عائق بيلف حواليه وهو نايم. وانا ليا شخص اعرفه صديق كان بهذه الصوره، يبص يقوم لابس بالبيجامه وهو راجل محترم جدا ورايح ناحيه باب البيت، يجرى وراه يهزوه يسخن. ناركوليبسي يعني واحد كده وهو قاعد بيتكلم معانا يجي له نوبه من النوم. ناركو يعني نوم، وليبسي يعني اتاك. بس ايه الفرق هنا؟ ان الناركوليبسي دي ما بتبتديش بالنون ريم سليب، بتبتدي بالريم، يعني اول ما نام يحلم. ده تاني حاجه خالص فيها. طبعا حاجه مهمه، اخطر حاجه السليب ابنيا يا اولاد اللي هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا، ان في ناس تخينه عندها اوبيستي عندها اوبستراكشن في الايروي، لما ينام يبتدي الاول يشخر بصوت عالي جدا وفجاه يحصل له تشوكينج، هتحس يختنق ويصحى. سليب ابنيا توقف النفس مع النوم، دي خطيره جدا لسببين يا اولاد، لان الناس دي بيبقى عندها بسبب السليب ابنيا اللي بتحصل مرات كثيره جدا في الساعه الواحده، مش مره في الليله، يعني في الساعه الواحده ممكن توصل 60 مره كل دقيقه يحصل له سليب ابنيا. فطبعا بيبقى في نقص في الاوكسجين، هيحصل له هايبرتنشن، بيبقى عندهم ضغط وبيجي لهم هارت اتاك. زائد ان هو بقى ما نامش كويس بالليل يبقى بينعنس كتير الصبح، فيبقى لو بيسوق في منتهى الخطوره. فالسليب ابنيا دي اخطر مرض، يبقى اكتر مرض الانسومنيا الارق، اخطرهم السليب ابنيا، اوبستراكتيف اير واي
خلاص awakens يعني يصحي الشخص. الاول يبتدي loud snoring يشخر عالي بعد تلاقي ويحصل له choking بعد يصحى وينام تاني. بيبقى عندهم بتعلي الضغط للسيب ابنيا فلازم نعالجها. وبعدين بتجيب هارت اتاك اكتر وبتخلي الشخص during the day بياخد نابس كتيرة وبينعس مش مركز. اهي بصوا اخر واحدة بقى دي اظرف واحدة. يبقى دي اهم واحدة انسومنيا دي اخطر واحدة سليب ابنيا دي القصة اللي حكيناها اللي هو REM behavior disorder. ان واحد acts out their dreams او ناس act out their dream يعني بينفذوا احلامهم. ليه بقى؟ لان الثلاث حاجات اللي بتمنع ان ينفذ احلامه مش موجودة وتبقى ده مرض حاجة abnormal. انه يقدر يمشي ويعني بتتحرك وهو بيحلم، انه ما بيحصلوش paralysis وهو بيحلم ماركل هيبوتونيا، انه الثريشولد اوف اويكن بيبقى واطي. فلما يدعي المحامي ان الراجل ده نفذ حلمه نحطه في سليبنج سنتر ونتيقن ان في اثناء الرابيد اي موفمنتس في اثناء الاحلام التلات حاجات اللي بتمنع الاحلام غير موجوده يبقى بريء. انما موجودين يبقى الراجل محامي ده وهو في الاغلب في الاغلب بيدعي في محاوله للتبرئه موكله، لان دي فيري رير كيس القصه دي. ده اللي سليب يا اولاد. تقل بقى ليل هايبوثالاموس والليمبيك سيستم دول فضل الليل. هايبوثالاموس قلنا ثالاموس يعني المهاد، هايبوثالاموس يبقى تحت المهاد. الهايبوثالاموس بتبقى 4 جرام وزنها يعني اقل من 1% من البرين ويت من وزن المخ، وحجمها قد الالموند يعني قد اللوزة يعني بس مهمة جدا. دي جزء مهم قوي في الليمبيك سيستم. يعني الهايبوثالاموس مهمة جدا في الليمبيك سيستم، تبقى عارفها كويس قوي. اهي الهايبوثالاموس هوريك الصورة اهي، شوف حتة صغيرة قوي. ده الهايبوثالاموس تمثل اقل من 1% من وزن المخ، 4 جرام وحجمها قد اللوزه اهي بالظبط. جزء مهم جدا في الليمبيك سيستم. بتكنترول الفيجيتاتيف. فيجيتاتيف يعني انت لو نمت ايه العمليات الحيويه اللي بتحصل وانت نايم. ادي معنى كلمه فيجيتاتيف، ان قلبك بيضرب حتى لو انت كوما، نفس كلام كده بتكنترول كل الفيجيتاتيف فانكشن. والايموشنال فانكشن كجزء من الليمبيك سيستم بتاع الايموشنز والاندوكراينال فانكشنز اظن كانت بتتحكم في الغده الاساسيه الانتيريور بيوتري والبوستيريور بيوتري، وهناخدها دلوقتي حالا. دي مقدمه. نيجي بقى سؤال مهم جدا في الشفوي وفي الام اس كيو. في 3 امبورتنت اوتبوت بتبعت 3 انواع من الامبلس هامه جدا يا اولاد. طبعا بتبعت اكتر من 3 بس احنا بنهتم بالاكثر اهميه. 3 امبورتنت اوتبوت داونوردز وابوردز وانفانديبولم، يعني حاجه لتحت وحاجه لفوق. والانفانديبولم اللي هو الامع اللي بيوصلها بالبيتيوتري يسموه الهايبوثالاموس انفانديبولم، هو ده. داونوردز اند باكوردز بتروح للريتيكو فورميشن، ده اول كونكشن في البرين ستيم تو كنترول اوتونوميك نيرفوس سيستم. يبقى كونكشن نازل للريتيكو فورميشن اللي هو فيه مراكز كنا قلنا في السنسوري، مراكز التنفس ومراكز الهارت ريت ومراكز السوالوينج والكلام ده كله والجي اي تي، يبقى بتكنترول اوتونوميك نيرفوس سيستم. ابوردز تروح للانتيرو ثالاموس وللليمبيك سيريبرال كورتكس، للانتيرو ثالاموس والليمبيك سيريبرال كورتكس. وبعدين انفانديبولم بالكنترول انتيرو بوستيرور بيتيوتري. ادي الثلاثه كونكشنز يبقى احفظهم صم. يبقى اللي داونوردز بتنزل ريتيكو فورميشن تتحكم في الاوتونوميك نيرفوس سيستم، اللي ابورز هي اسمها هايبوثالاموس يبقى بالعقل، يبقى اللي فوقيها الثالاموس. فكر يبقى الابور راح فين، هي اسمها هايبوثالاموس تحت الثالاموس تحت المهاد، يبقى تروح للمهاد الثالاموس ومنها للليمبيك سيربرال كورتكس، لان احنا عارفين الثالاموس بتوصل بالكورتكس. ثم الانفانديبولم اللي هو بيتحكم في الانتيرو بوستيريور بيتيوتري. نيجي بقى الفانكشنز اوف هايبوثالاموس، 10 وظائف.
اكشوالي احنا ممكن نكتب في وظائف الهايبوثالاموس كما كبد كتاب، فانت مطلوب تكتب الحاجات الاساسيه. اول حاجه كنترول اوف كارديو فاسكولار سيستم. في حتتين في الهايبوثالاموس، حته بري اوبتيك اريا دي بتعمل باراسيمباثيتك افكتس، يعني تنقص الهارت ريت وتنقص الارتيريال بلاد بريشر، يبقى البري اوبتيك زي البارا. اما البوستيرو واللاترال بارت اوف هايبوثالاموس لو عملت له ستيميليشن يعمل سمباثاتيك افكتس، يزود الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. مش عايزها تاني دي، عاوزها تحفظها. يبقى البري اوبتيك بارا ينقص، البوستيرو واللاترال سمباثاتيك يزود. نيجي ناخد، بحب اخد يا اولاد اتنينات بقى عشان تعرف تفتكر 10. فاكل وشرب بتتحكم في الفود انتيك وبتتحكم في الووتر بالانس. يبقى الاكل والشرب شايف عاملهم لك بنفس العلامه عشان تعرف تحفظه. قراءه جديده في صفحات قديمه، كل الهايبوثالاموس خدناه قبل كده يا اولاد. فاكر الابيستات اللي هو منظم الشهيه كان موجود في الهايبوثالاموس، كان بينقسم الى حاجتين، فيدينج سنتر وساتايتي سنتر. فيدينج سنتر يخليك جعان هانجر عاوز تاكل، وساتايتي يعني ساتسفايد مش عاوز تاكل. وكنت قلت ان في طالب مره ساعدني فيها، قال يا دكتور نقول الساتايتي في الفنترو ميديال، يعني الساتايتي في الميديال فنترو ميديال سم، ناخدها عربي على انجليزي، ما حدش بياكل سم، يبقى الساتايتي اللي ما بيخليكش تاكل موجود في الميديال نيوكلياي فنترو لاتر، يبقى الفيدينج موجود في اللاتر، يبقى ده فنترو ميديال ده الساتايتي، الفيدينج في اللاتر. وقلنا نفكرها ازاي، مين في اللاترال ومين في الفنترو ميديال، مش انا طالب زميل كل قال ما حدش بياكل سم، يبقى الساتايتي اللي ما بيخليناش ناكل موجود في الفنترو ميديال نيوكلياي، يبقى الفيدينج موجود في اللاترال. طب نيجي الووتر بالانس. الووتر بالانس انك تتحكم في الووتر جين والووتر لوس. مين اللي بيتحكم في الووتر جين؟ تشرب تاخد قد ايه ميه؟ الثيرست سنتر موجود في اللاترال هايبوثالاموس، يبقى مركز العطش موجود في اللاترال هايبوثالاموس. ومين يتحكم في الووتر لوس؟ قد ايه تفقد ميه في البول؟ الانتي دايريتيك هرمون اللي بيطلع من السوبرا اوبتيك نيوكلياي اهو في الهايبوثالاموس. يبقى الهايبوثالاموس تتحكم في الاكل والشرب، اوعى تنساها، الفود انتيك الابيستات في الهايبوثالاموس، وتقسمه الى فيدنج سنتر في اللاترال نيوكلياي وساتايتي سنتر في الفنترو ميديال. طب الووتر بالانس حب النظام قوي، شرح برضه في نقطتين، ووتر جين ووتر لوس، بالانس ما بين الجين واللوس، الثيرست سنتر في اللاترال هايبوثالاموس، والاي دي اتش اللي بيتحكم في الووتر لوس سوبر اوبتيك نيوكليار. طيب ناخد اندوكراينال فانكشن، خدناه مع الاندوكراين، في كم علاقه للاوائل في الشفوي بين الهايبوثالاموس والاندوكراينال جلاندز؟ الاوائل يقولوا ثلاثه عشان مش عاوز اطول جامد، علاقتين بالبيتيوتري وعلاقة بالأدرينال ميدال. قلنا الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن ده مع الأنتير بيتيوتري، وبتجيب ايه؟ حاجتين، ريليسينج هرمونز وانهيبيتينج هرمونز. طب العلاقة مع البوستيريو بيتيوتري عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، مش فيسل، هنا نيرفس كونكشن، هنا فاسكولار كونكشن، مع الأنتير بيتيوتري فاسكولار كونكشن، مع البوستيريو بيتيوتري نيرفس كونكشن. بتجيب ايه؟ برضه حاجتين، التو هرمونز اللي هيختزن في البوستيريو بيتيوتري، الانتي دايريتيك هرمون اللي هو الفازوبريسين والاوكسيتوسين او اوكسيتوس. والاوائل بقى يقولوا في علاقه ثالثه مش مع البيتيوتري، ان الادرينالين سنتر بيتحكم في الادرينال مضله عشان يخليها تطلع ابينفرين نور ابينفرين موجود في الهايبوثالاموس. يبقى كام علاقه يا اولاد؟ ثلاثه، هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن دي فاسكولار، فاسكولار مع الانتيريو بيتيوتري تجيب ريليسينج انهيبيتنج هرمونز، هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت دي نيرفس مع البوستيريو بيتيوتري تجيب اي دي اتش اوكسيتوس. وبعدين علاقه ثاني نيرفس اهي مع الادرينال مضله تطلع ادرينالين ونور ادرينالين، كل حاجه فيها اثنين. يعني طب انا عاوز احفظ دي بقى، قال لك هنجري على نمره 10. انت قلت هنا اندوكراين فانكشن بتتحكم في الانتيريو بيتيوتري، كنترول اوف سيكشوال فانكشن، ما هو الكنترول اوف سيكشوال فانكشن عن طريق الجونادوتروبين ريليسنج هرمون
اللي هيطلع من الانتيريو بيتوتري الجونادوتروبينز الاف اس اتش وال اتش. يبقى الكنترول اوف سيكشوال فانكشن عن طريق التحكم في الانتيريو بيتوتري في الجونادوتروبينز بتوع الانتيريو بيتوتري عن طريق ان الهايبوثالاموس بتطلع جونادوتروبين ريليسنج هرمون، كنا اتكلمنا عليه في محاضره في صفحه كامله. يبقى دول اتنين مع بعض. طيب ناخد اتنين بعدهم. As a part of limbic system، احنا قلنا الهايبوثالاموس جزء من limbic system. طب وهنعرف ان limbic system ده بيتحكم في البيهيفيرال فانكشنز، انك تبقى مبسوط او مش مبسوط، pleasant or unpleasant response، والديفنسيف فانكشن الدفاع او reactions اللي هو الريج الغضب، الفير اكسبريشن الخوف، ان تعبر عن غضبك او عن خوفك. يبقى كجزء من limbic system behavioral and defensive reaction. طيب ناخد وظيفتين مع بعض. ان قلنا كل حاجه ربنا عاملها ان سايكلز، السايكليك فينومينون، ان في حاجات تطلع الصبح، في هرمونات تطلع الصبح وهرمونات تطلع بالليل، اللي هو السيركاديان ريذم، الايقاع اليومي او الدوري، قلتها لكم بطريقه لطيفه، اللي هو متعلق باللايت اند دارك. مين الغده اللي كانت ليليه؟ البيتيوتري. الجروث هرمون والبرولاكتين بيطلعوا، والاي دي اتش بيطلعوا بالليل اكتر، قلناه في محاضرات الاندوكراين. مين الغده الصباحيه في اللايت اللي هي متعلقه بالستريس؟ الادرينال جلاند، الادرينال كورتكس والادرينال مدله بتوع الستريس بيطلعوا الصبح اكتر. طيب ويكفولنس اند سليب، مش احنا قلنا ان الويكفولنس سليب دي سايكل يا اولاد؟ طيب مين اللي بيتحكم فيها؟ الراس الريتيكو اكتيفيتنج سيستم اللي بيخلينا نتيقظ، ده بيمر في الهايبوثالاموس. خلاص؟ فعشان كده لو الراس لما تعمل الاستيميليشن للراس طبعا هتتيقظ، لكن لما تستيميليت الانتيرو هايبوثالاموس اللي هي فيها احد السليبنج سنترز هيحصل سليب. طيب يبقى كده اتنين فاضل. قلنا يا اولاد الكارديو باسكار، ده بقى دول هيبقوا لوحدهم. مع قلناها الكارديو باسكار التمبريتشر ريجوليشن، خدناها في الميتابوليزم. قلنا الثيرموستات موجود في البري اوبتيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس. قلت لكم حاجه حلوه يا اولاد، كل الستات المنظمات موجوده في الهايبوثالاموس، الابيستات بتاع الفود في الهايبوثالاموس، الثيرموستات بتاع الحراره في الهايبوثالاموس، الجلوكوستات بتاع الجلوكوز في هايبوثالاموس. وكنا قلناها نظام صعيد يا اولاد، ان السنتر اللي بتكسبك حراره موجوده في البوستيرو بارت اوف هايبوثالاموس، زي الشيفرنج الرعشه الهيت جين، بينما السنتر اللي بتفقدك حراره زي السويتنج سنتر العرق الهيت لوس في الانتيرو. وقلنا نظام صعيد يا اولاد، الاكتساب من الخلف والفقدان من الامام. لما تدي الصعيدي على قفاه ما يزعلوش مني الصعيد، انا صعيدي، يقول لك حميت لك جفاك يعني سخنتولك، يبقى التسخين من ورا، يبقى في مزاح اه، لكن الطلبه يقول لي بنفتكر الحكايات ما بنفتكرش المعلومات. ان انت قلت نظام صعيدي اكتساب الحراره بحميله قفاه اديله على قفاه يسخن، يبقى البوستيرور هيت جين والانتيرور هيت لوس. دي اسهل طريقه الهايبوثالاموس، وبسميها يا اولاد قراءه جديده في صفحات قديمه. كلهم خدناهم تقريبا 10 وظائف للهايبوثالاموس، نقولهم تاني في عجاله. الاثنين اللي ما عرفتش اربطهم ببعض هم دول، كارديو فاسكولار والتمبريتشر. الكارديو فاسكولار البري اوبتيك باراسمباثاتيك ينقص الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر، البوستيرور لاترال بارت اوف هايبوثالاموس سمباثاتيك يزود الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر، والتمبريتشر دول ما لهمش علاقه ببعض. الثيرموستات في الهايبوثالاموس اكتساب الحراره من الخلف والفقدان من الامام. يبقى دول حظهم، دول بره المنظومه. نيجي بقى الاكل والشرب هايبوثالاموس. فالفود انتيك تقول الابيستات اللي هو منظم الشهيه ابيتايت عن شهيه موجود في الهايبوثالاموس. وقلنا الفيدنج سنتر اللي يخليك تاكل في اللاترال بارت، الساتاتي ام ساتسفايد في الميديال بارت، وحفظناها ازاي؟ ما حدش بياكل سم، الساتاتي بالاس في الميديال مع الام. طب والووتر قسمناها نقطتين، ووتر جين بالثيرست، ووتر لوس بيتحكم فيه حجم البول الانتي دايريتيك. الثيرست سنتر في اللاترال هايبوثالاموس
والانتي دايريتك هرمون بيطلع من السوبرا اوبتيك نيوكلياي وهايبوثالاموس. اهي يا اولاد اتحفزوا مع بعض، عملنا اربعه. نيجي ناخد اندوكراينال فانكشن، ثلاث علاقات ما بين الهايبوثالاموس والاندوكراينال جلاند مع الانتيرور هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن فاسكولار كونكشن، تجيب حاجتين ريليسينج انهيبيتنج هرمونز، مع البوستيرور هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت نيرفس كونكشن، تجيب حاجتين اي دي اتش واوكسيتوسين بتاع الولاده. وتالت واحده الاوائل اللي ما تنساش فيه نيرفس كونكشن مش مع البيتيوتري خالص، مع الادرينال مضله تطلع ادرينالين ونور ادرينين، لان ادرين سنتر في الهايبوثالامس. قبل ما انسى اخد معاها مين بقى؟ كنترول اوف سيكشوال فانكشن، لان مين اللي بيتحكم في السيكشوال فانكشن؟ انتيرو بيتيوتري عن طريق الاف اس اتش والال اتش. طب مين بيشغل انتيرو بيتيوتري؟ الهايبوثالامس عن طريق جوناتروبين ريليسنج هرمون. يبقى تاخده مع بعض. الاثنين اللي بعد كده علاقتها بالليمبيك سيستم، البيهيفيرال فانكشنز والديفنسيف فانكشنز في الهايبوثالاموس. البيهيفيرال تبقى سعيد ولا بليزنت اور انبليزنت، هناخدها دلوقتي حالا كلام حلو قوي. ريج غضبان ولا خايف، فير اكسبريشن في الليمبيك سيستم. بعد اخر اثنين السايكليك فينومينون، سيركاديان ريدم اللي هو متعلق باللايت والدارك سايكلز. مش قلنا ان في الفيجوال باث واي وهو بيعدي على الثالاموس بيدي كولاترال هايبوثالاموس، يقول لها دلوقتي الصبح او دلوقتي بالليل عشان تطلع الهرمونات بتوع الصبح اللي هم بتوع الاستريس اللي هم الكورتيزول بتوع السوبرينال كورتكس والمظله، او تطلع الهرمونات بتاع بالليل البيتيوتري غده مسائيه. وبعدين الويكفولنس والسليب، قلنا احد مراكز النوم لسه قايلينها حالا كانت موجوده في هايبوثالاموس، فلو عملنا ستيميليشن هيحصل سليب. طب والراس بيعدي في الهايبوثالاموس، لو اتقطع الراس مش بس هتنام هتدخل في غيبوبه. موضوع الاخير يا اولاد ليمبيك سيستم، ليمبيك مش الليمب يا اولاد، ليمبيك في اللغه معناها يعني على البوردر على الحافه، لانه اكشوالي انت عندنا فصين المخ. لو تتصور انك حطيت يعني ايدك ما بين فصي المخ، يعني عند حافه المخ النص اليمين النص الشمال، هي دي الحته اللي فيها الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم يا ولاد ده مش حاجه واحده زي الثالاموس ولا الهايبوثالاموس، انما ده كولكشن، مجموعه من الاستراكشرز. الليمبيك سيستم ده عباره عن مجموعه من الاستراكشرز موجوده على البوث سايدز اوف ثالاموس. اهي لو عايزين تبصوا عليها شوفوا، معقد جدا اهو، ده الليمبيك سيستم، مجموعه من الاستراكشرز على الجانبين من الثالاموس. يبقى الليمبيك سيستم ما هوش وان استراكشر، انما مجموعه من الاستراكشرز على جانبي الثالاموس، اون بوث سايدز اوف ثالاموس. كون من ايه بقى؟ اناتوميكال كونسيدريشن، من حاجتين. قالوا كورتكس، قالوا يعني قديم اللي هو بيبقى يعني عريق، حتى في التعبير بالظبط قالوا يعني عريق، وعريق بمعنى قديم يا اولاد، اللي هو عباره عن رينج على الميديال سايد اراوند ذا كوربس كالوزا. ما انت عارف فصي المخ بيتصلوا بباند كده اسمها كوربس كالوزا، فهو عباره عن اهي رينج، اهي هوريها لكم في الصوره، على الميديال سايد اهي رينج على الميديال سايد اراوند ذا كوربس كالوزا. طيب ومجموعه سب كورتيكال نيوكلياي، يبقى في كورتكس في الليمبيك سيستم، في جزء تبع الكورتكس القشره المخيه اللي هو الكورتكس العريق القديم اللي هو موجود في شكل رينج اهو على الميديال اسبيكت اوف ذا برين، وفي شويه نيوكلياي سب كورتيكال نيوكلياي زي الهايبوثالاموس. ما قلنا الهايبوثالاموس جزء من الليمبيك والثالاموس جزء من الليمبيك والبيزال جانجليا، وما ننساش الاميجداله. هحكي لكم قصه حلوه على الاميجداله، وهحكي لكم قصه حلوه على الكورتكس، في حته في الكورتكس اسمها هيبوكامبس يعني حصان البحر. في كوميونيكيشن ما بين الليمبيك سيستم والنيو كورتكس. طبعا مش معنى ان الليمبيك عشان القديم العتيق ملوش علاقه بالجديد، لا متصلين ببعض.
وبماذا يتميز الليمبيك سيستم يا اولاد؟ بانه prolonged after discharge، يعني الاستيمولس يخلص وتاثيره يقعد بعديه لفتره طويله. احكي لكم حاجه صغيره لطيفه في الحكايه دي يا اولاد. الليمبيك سيستم ده من اهم وظائفه، وظائفه جميله قوي، البيهيفيرز ريليتد تو ايموشنز، يعني الانفعالات بتؤثر في تصرفات الانسان. بماذا يتميز الحكايه دي؟ انه الافتر ديشارج طويل قوي في الليمبيك. فممكن اقول لك كلمه مسيئه بس تقعد زعلان مني بعدها سنين، يبقى الاستيمولس خلص، يعني انا وقفت المؤثر، بس الايموشنز التفاعل العاطفي مع الاستيمولس امتد لمده طويله بسبب الافتر شارج. وده بيفسر ليه العواطف بتقعد فتره طويله جدا، سواء كانت سعاده ام غبن ضيق بعد انتهاء المؤثر. تعمل لي حاجه كويسه اقعد افكرها لك على طول، تعمل لي حاجه وحشه اقعد مش ناسيها. طبعا ده مش صح، بس يعني هو ده صفات الليمبيك كورتكس. نيجي فانكشنز اوف الليمبيك سيستم، ده السؤال النظري هنا يا اولاد. في خمس وظائف. اول وظيفه اولفاكشن. ما هو الليمبيك ده قديم، عارفين يا اولاد ايه اول احساس في الكائنات الحيه؟ الشم، الاولفاكشن. الديدان لا تبصر، الديدان حاجه يعني متدنيه في سلم الحياه، لا تبصر ولا تسمع، معتمده تماما على الاولفاكشن اللي هو الليمبيك سيستم، في انها تشم، تختار الاكل، في انها تعرف ان في دينجر، تشم ريحه تدل ان في حاجه هتاكلها، او انها تعرف الذكر وجود الانثى فيتناسل مع السيكشوال درايف. لدرجه بيقول لك انه في الانيمالز هذا الاولفاكشن مهم للحياه المتعلقه بالحياه، يعني ما تاخدهاش شم. احنا عندنا الشم تدنى لان عندنا حواس اهم بقى، البصر والسمع، انما في اللور فورمز اوف انيمال الاولفاكشن ده مهم جدا. خدت معاها تاني وظيفه في الوظائف الخمسه، السيكشوال بيهيفير اللي بيتحكم. ما انا قلت الليمبيك سيستم لو خدته في كلمه هو مسؤول عن البيهيفير ريليتد تو ايموشنز، التصرفات المتعلقه بالانفعالات. ففي في السيكشوال هنا ريفلكسز ريجوليتد باي ليمبيك سيستم اند هايبوثالاموس. طيب في الانيمالز يا اولاد السكس بيعتمد على الهرمونز والانستينكتس الغرائز بس، انما في الهيومن بينجز اتس مور كومبلكس، احنا لا نترك نفسنا الهرمونات ولا غرائزنا، انما بيبقى في الهيومن مور كومبلكس الكورتكس، بنفكر ايه الصح وايه الخطا، ايه الحاجه الاخلاقيه والحاجه اللا اخلاقيه، مش بنعمل اي حاجه. واحد يقول لي ليه خدت الالفاكشن مع السيكشوال بيهيفير؟ لان قلت لك الالفاكشن ده مهم جدا في السيكشوال بيهيفير، وفي انواع كثيره بقى من الثدييات مش الديدان، قلنا الديدان ده هو اللي بيعملها السيكشوال درايف. ان في الحيوانات عندها دور التزاوج، ما بتتزاوجش طول السنه زي الانسان. طب فين مثلا الانثى او ذكر الذبرة اللي هو الحمار المخطط يعرف ان الانثى بتاعته قابله للتناسل ويحاول يناطحها ويناسلها؟ بالشم، بيشم ريحه الايستروجين في البول بتاعه، عشان تلاقي كده الذكر الزبرة عمال يتشمم مؤخره انثى الزبرة، الالفاكشن. يبقى عشان كده خدت لكم الالفاكشن مع السيكشوال بيهيفير. في الانيمالز بيبقى ريفلكس، بيحكم الهرمونز والغرائز، انما في الانسان لا، في السيبرال كورتكس. ناخد 3 مع 4، الاوتونوميك بيهيفيرز that accompany emotional state، يعني كل emotions بيصاحبها حاجات autonomic ما تقدرش تحكم فيها، ان ممكن قلب ضربات قلبك تزيد، لما حليم بيقولها حتى قلبي دق دق دق، قلت له يا قلبي لا لا لا، يبقى الايموشن لما قابلت الشخص اللي بتحبها ضربات قلبك زادت. مين اللي بيعمل الاوتونوميك بيهيفير اللي مع الايموشنال ستيت؟ الليمبيك سيستم. هتقول لي ما احنا خدناها في الهايبوثالاموس. طب بس انا قلت الهايبوثالاموس جزء من الليمبيك. طب نيجي لنمره 4، كنترول اوف ايموشنز.
فير يعني الخوف والريج والغضب أو ريليتد فينومين. تعال أحكي لك قصة لطيفة هنا قوي. بص يا أولاد، في مركز للغضب موجود في الهايبوثالاموس اللي قلنا إنها جزء من الليمبيك سيست، اسمه ريج سنتر، مركز الغضب فين؟ في الهايبوثالاموس اللي هي تحت المهاد. هذا المركز بيتنازعه قوتان. في قوة تقول لك ما تغضبش، خليك عاقل، اللي هو النيو كورتكس، بيعمل في هذه الحالة انهيبيشن لمين؟ للريج سنتر. وفي الأميجدالة اللي هي جزء من الليمبيك سيستم، دي بسميها السوسة، أميجدالة يعني لوزة في اللغة، كلمة أميجدالة لوزة، دي تقول لك اتخانق، اغضب، اضرب، and so on. يبقى صوت العقل بيمثله القشرة المخية، تنهبت مركز الغضب في الهايبوثالاموس. السوسة اللي عاوزاه تغضب وتتخانق الأميجدالة. عملوا تجربة لطيفة جدا، جابوا قرد وشالوا منه النيو كورتكس، يعني شلنا القشرة المخية بتاعت قرد، يبقى صوت العقل راح بقى، يبقى دلوقتي تحت تأثير مين؟ السوسة اللي هي الأميجدالة. يبقى تبص تلاقي يحصل له ريج ريسبونس، غضب رهيب القرد ده، يعني تلاقيه عمال يعني حصل له اتساع في حدقة العين وانتصاب في الشعر وكشر عن أنيابه وأظهر مخالبه، ويبقى متوحش مع أي أقل مهاجمة. هناخدها دلوقتي حالا لأنك شلت صوت العقل اللي هو النيو كورتكس. بالعكس لو عملت بايلاترال ديستراكشن في الأميجدالة، يعني بوصل الأميجدالة على الناحيتين اللي هي السوسة، يبقى مفيش حاجة تقول لك اغضب. يبقى القرد ده لو بوسطره الأميجدالة على ناحيتين يحصل له حالة اسمها بلاسيديتي. بلاسيديتي يعني هدوء رهيب جدا. وعاوز اقول لكم كان في فيلم بتاع جاك نيكلسون، السيريال كيلرز يا أولاد اللي هما بيقتلوا الناس ورا بعض، طب ما هو ده مريض نفسي، بيبقى يعني هو قتل 10 وما قدرش يعدمه لانه مريض، بس مش هسيبه في المستشفى يعني يعيش فسادا في وسط المرضى. فبيعملوا له ايه بقى؟ بايلاترال ديستراكشن في الأميجدالة، يعني يكسروا له، يبوظوا له بوس أميجدالة اللي هي السوسة دي. فتلاقي حتى في الفيلم جاك نيكلسون خد فيه أوسكار، بقى هادي ولا يعترض على شيء، بلاسيد. لكن العام بيبقى عنده حاجتين تانية، ما هو مش قادر يطلع التوتر في صورة عنف، ما هو بقى هادي جدا، يطلعه في الأكل والجنس. يعني العيانين اللي بنعمل لهم بايلاترال ديستراكشن في الأميجدالة دول بس السيريال كيلرز، مش أي عيان عادي نعمله كده، مش أي واحد غبان شوية نبوظ له الأميجدالة. بيبقى عنده هايبرفاجي، ياكل كتير جدا، وهايبر سيكشواليتي، لأن احنا بنطلع التنشن التوتر اللي فينا يا إما في صورة جنس وأكل، يا إما في صورة عنف. طب أنت شلت العنف، فيبقى هايبر سيكشواليتي، جنس كتير وأكل كتير. يبقى دي حتة لطيفة يا أولاد. يبقى يوجد مركز للغضب موجود عندك في تحت المهاد في الهايبوثالاموس، تتنازعه قوتان، المخ النيو كورتكس، القشرة المخية الجديدة، الجديدة أعلى ما تمتلك دي صوت العقل يعمله انهيبيشن، والأميجدالة تعمل له ستيميليشن، السوسة اللي هي اللوزة. إذا لو عملت ليجن، عشان واحد يقول لي العلامات أنت كاتب هنا نيو كورتكس بلس، بيزود ده لو عملت ليجن، لو عملت نيو سيريبيلر ليجن هيحصل ستيميليشن للريج سنتر فيحصل غضب. لكن لو شلت السوسة بالعكس اللي هيغلب النيو كورتكس يحصل بلاسيتي هدوء. طب واحد يقول لي مرة في محاضرة، طب هو ليه ربنا كان خلانا يعني ما عندناش الأميجدالة وكنا بقينا هاديين خالص؟ ما ينفعش يا بابا، كل حاجة بالانس ما بين الغضب والمسالمة، ما ينفعش تبقى غضبان على طول وما ينفعش تسالم على طول. وهديك مثال في حالة القرود، القرد اللي شالوله البوث أميجدالة وبقى هادي جدا وبلاسيد، عارف عمل ايه؟ تحب تعرف عمل ايه؟ ما بقاش يخاف من الثعابين يا صديقها، ويقعد يمسك التعبان ويكور فيه ويرميه فوق ويتلقفه بإيده التانية. تفتكر تنتهي القصة دي بإيه؟ قولها أنت، التعبان يقرصه وموته. يبقى ليه ربنا عامل بالانس ما بين الغضب والمسالمة
النيو كورتكس صوت العقل والأميجدالة اللوزة السوسة، يبقى في بالانس ما بين الغضب والريج والبلاسيديتي. ما ينفعش تشيل واحد فيهم، يبقى كده حصل غضب لا لزوم له، حتى يسموه في هذه الحالة شام ريج، يعني غضب كاذب. مفروض حتى يعني أحلى من كلمة ريج نقول شام ريج. شام ريج يعني غضب كاذب. لو شلت صوت العقل تشيل السوسة بلاسيديتي، هدوء لا معنى له، فالانيمال يصادق القرد. طب الوظيفة الأخيرة في الليمبيك سيستم موتيفيشن، اللي هي الدوافع. الليمبيك سيستم فيه تو ارياز يا ولاد، في اريا تخليك يجي لك ريورد، ريورد يعني احساس بالمكافأة، مبسوط، ريورد بليجر سنسيشن. يعني في مراكز معينة في الليمبيك سيستم، قلنا الليمبيك سيستم مش حتة واحدة، حتت كتيرة قوي، لما تعمل لها استيميليشن تحس بانبساط، وبالتالي يحصل لك بلاسيديتي وتيمنس، يعني تبقى هادي كده ولطيف خالص ومش عاوز تتخانق ولا حاجه، وعندك رباط الجأش كده ومبسوط وتزور. في سنترز ثانيه لما تعمل لها استيميليشن تديك احساس بالبانشمنت، بالعقاب، يعني انك متضايق، فير، خايف، تيرور، رعب، بين، متألم، even sickness، عيان. يعني في الليمبيك سيستم بتاع الاموشنز مراكز تديك احساس لطيف ريورد، ومراكز تديك احساس وحش بانشمنت. عملنا تجربة جميلة جدا، جبنا فار او قرد، اهو الصورة اللي قصادك فار، وبعدين حط، انت تقول بقى الفار ده ما يتعلمش، انا اوريك ازاي بنعلم الانيمالز. هنحط الالكترود كهربائي على حتة في مخه في الليمبيك سيستم، اريا بتديله ريورد، احساس بالانبساط، ونمسك ايد الفار او القرد ونعلمه لو ضغط على بار معين يحصل له استيميليشن، يقفل الدائره فيحصل له استيميليشن فينبسط، عشان يوريك قوه الليمبيك سيستم في ان تفعل او لا تفعل. فالفار لما حطينا دراعه وان ليمب على الليفر ودوسنا انبسط، لان حطينا له على الاريا اللي بتديله ريورد، انبساط. عارف ايه اللي حصل؟ قعد الفار ده يقفل الدايرة عشان يدي لنفسه احساس الانبساط hundreds or thousand times per hour. عاوز بقية القصة؟ مش عليك. نجيب له اكل بيحبه، مش عاوز ياكل، عمال يدوس على البار عشان ينبسط 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 لحد ما يحصل له exhaustion and death. شوف قوة الانبساط، الموتيف، الموتيف رهيب. بالعكس نقلنا الالكترود على اريا في الليمبيك سيستم بتديله احساس بانشمنت، انه متضايق، خوف، رعب، بين، مرض. وخد بالك بقى، وعملنا الدايره بطريقه عكسيه، انه لازم يدوس على البار عشان ما يحصلش استيميليشن. يعني ما يدوس على البار الدايره تتفتح فما يحصلش استيميليشن، لو ساب البار يحصل استيميليشن ويحس بضيقه. تصور، تصور الفار قاعد دايس على البار على طول to avoid احساس المضايقه. ده يوريك قوه الريورد والبانشمنت في الانيمال، فما ادراك في الانسان. تعال بقى ناخد التو ارياز، مين الارياز اللي بتدي ريورد او بليجر سنسيشن، يعني تدي له بلاسيديتي، انبساط وطامنس كده. الميجر ريورد سنترز في الليمبيك سيستم هما الاتي: اللاترال والفنترو ميديال نيوكلياي وهايبوثالاموس اند بيزال جانجليا. يبقى دول الاساسيين، اللاترال والفنترو ميديال نيوكلياي في الهايبوثالاموس والبيزال جانجليا. هل في اذر سنترز الاوائل؟ الاميجدالا والثالاموس، اميجدالا قلنا يعني اللوزة، والثالاموس قلنا يعني المهاد، والبيزال جانجليا والسبتم. دي سبتم يا اولاد. طب مين الارياز اللي بتدي احساس البانشمنت، اللي هو قلنا فير وتيرور وبين وسيكنس، وبالتالي تدي ريج، ريج غضب. بيبان ازاي بقى الغضب؟ قلت لكم القرد بياخد ديفنسيف بوشر، ياخد وضع كده هيدافع عن نفسه، وليفتس اتس تيل، يرفع ديله ويكشر عن مخالبه، اكستندز هيز كلوز، المخالب. وبعدين البايلو اريكشن، انتصاب الشعر، بيوبيلو دايلتيشن، اتساع حدقة العين، هيس يعني
يهمس وسبيت يتف والجراول معناها تذمر. ده معناها يعني. طيب مين الميجور سنتر اللي بتعمل الحالة دي من البانشمنت؟ السنترال جراي اريا اللي حوالين الاكويدك قناة المية اوف سيلفس، خدناها قبل كده، المادة الرمادية اللي حوالين الاكويدكت اوف سيلفس واللي هي بتكستند ابورز لحد البيري فينتريكولار زون اوف هايبوثالاموس اند ثالاموس. طب هل في اذر سنتر؟ الاميجدالة. زي ما الاميجدالة فيها سنتر تخليك مبسوط، فيها سنتر تخليك تبقى بانشت، والهيبوكامبس اللي هو حصان البحر. يبقى تاني يا ولاد، ما هي وظائف الليمبيك سيستم؟ ده اخر موضوع، فضلنا حتتين صغيرين وهنقفل. الليمبيك سيستم في كلمة، ده ربنا خلقه عشان behavior related to emotions، التصرفات المتعلقة بالانفعالات. الالفاكشن، وقلنا أهمية الالفاكشن في lower animals، الديدان لا تبصر ولا تسمع، تعتمد على الالفاكشن بس. نطلع في السلم الحيواني، في هنلاقي ان في الانيمالز عندهم فترة تزاوج بتعتمد على الالفاكشنز. اشكال خدت نمرة 2 معاها السيكشوال بيهيفير اللي هو ريفلكسز ريجوليتد بالليمبيك سيستم، والهايبوثالاموس اللي هي جزء من الليمبيك سيستم اللي بتعتمد على الغريزه وعلى الهرمونز. في الانسان لا، الموضوع كومبلكس. خدت 3 مع 4 الاوتونوميك بيهيفيرز اللي بتصاحب الايموشنال ستيت والكنترول اوف ايموشنز. لما كنا قلنا مركز غضب الريج في الهايبوثالاموس، صوت العقل النيو كورتكس، السوسه اللي هي الاميجداله. تشيل صوت العقل يحصل شام ريج ريسبونس، غضب كاذب، وشفنا ظاهره تحت. تشيل السوسه يحصل بلاسيتي، هدوء غريب. ثم اخر وظيفه الموتيفيشن. ان الليمبيك سيستم عنده تو ارياز، اريا تديك احساس بالانبساط ريوردينج بلاسيتي اند تامنس، واريا تديك بانشمنت اتكلمنا عليها اللي هي ريج بكل صواريه بقى، ديفنسيف بوشر، يرفع ديله يبين مخالبه، وبعدين انصاب الشعر، ساعة حدقة العين، ويتذمر ويهبصق وحاجات من هذا القبيل. وشفنا قوتها انه لما تحطها له على حاجة بتبسطه يقعد يكرر العمل، تحطها له على حتة بتبسطوش ولازم يقعد دايس عشان يتفادى الاستيميليشن، عشان يفتح الدايرة يقعد داس على طول. شيء رهيب. طيب انا عاوز اقول لك بقى الريورد والبانشينج دول ايه اهميتهم، ليه ربنا عمل السنتر دي. اقول لك حاجة، كل البيهيفير بتاعة المان كايند قائمة على السنترز دي، الموتيفيشن. يبقى الريورد والبانشمنتس are important for motivation, motivating our behavior. يعني انت تفعل او لا تفعل لنفس الاسباب. الحاجه اللي تحبها تكررها تكررها تكررها، اكله معينه، فسحه معينه، تجين ريورد بتبسطك، او تتفاداها تو افويد بانشمنت. مش ضروري بانشمنت يعني حد يعاقبك، انك لما بتعمل الحكايه دي بتتضايق. يعني البيهيفير في الهيومن بينجز much much more complex عن الفار والمونكي. أن نفعل ولا نفعل، continuous to do or cease to do، نتوقف على أن نفعل، كله بال reward وال punishment. الحاجة اللي تدينا reward نكررها، اللي تبسطنا نكررها، تبسطنا emotional حتى. الحاجة اللي تدينا إحساس وحش نتفاداه. طب learning، شوف دي أهم بقى. انت قلت لي ازاي الفار بيعلموه والقرد بيعلموه، وفي السيرك ازاي بيعلموا الانيمالز، انه بيدوا له ريورد. يعني بتلاحظ ان هو المدرب بعد ما يعمل الحركه يدي له ريورد، فيعملها عشان ياخد ريورد او تو افويد البانشينج. يبقى الاستيمولاي اللي بتعمل ريورد او بانشينج بتبقى ري انفورسد، بيحصل لها تعزيز، بتبقى تقوى. لكن لو حاجه لا تبسط ولا تضايق، very difficult انك تفتكرها، بيحصلك ليها habituation or ignored. يعني نحن نتذكر الاشياء اللي بتبسطنا عشان نحصل على الانبساط، او اللي تضايقنا عشان نتفاداها.
يبقى الليرنينج وجربناها في الانيمالز. لو حطينا الالكترود على مكان ما بيدروش لا ريورد ولا بانشينج ونقول له دوس 100 مره ندوس قصاده بس هو ما فيش اي احساس لا بالانبساط ولا بالضيقه، ما يكررش الحركه تاني خالص. لكن لو حطيناها في حته فيها ريورد او بانشينج يتعلمها هوا، يحصل ري انفورسمنت، تعزيه تعزيز. اما اذا كانت حاجه ما بتديش لاحساس انبساط ولا بانشينج هنتجاهلها هابيتويتي. يبقى الريورد والبانشينج مهم للموتيفيشن اوف اور بيهيفير وللليرنينج. في حتتين صغيرين عاوز اقول لكم عليها قصص سريعه ولطيفه. الليبوكامبس اللي هي جزء من الليمبيك كورتكس، جزء من الليمبيك سيستم اللي هو عباره عن كورتكس وسب كورتيكال نيوكلياي. الليبوكامبس جزء من elongated portion of the cerebral cortex، حتة كده من السيربرال كورتكس طويلة. folded يعني متنية inwards لجوه عشان تعمل الventral surface بتاع lateral ventricle. يبقى الهيبوكامبس جزء من السيربرال كورتكس، بقى folded inwards التنى لجوه عشان يعمل السيرفيس الventral البطني بتاع lateral ventricle اللي هو فيه سائل المخ lateral ventricle اللي فيه cerebral spinal fluid. يفرق ايه عن بقيه cerebral cortex الهيبوكامبس؟ ان cerebral cortex بتبقى 6 layers انما الهيبوكامبس 3 layers بس. at one end من الهيبوكامبس فيه الاميجدالويد اللي هو اللوزه اللي قلنا السوسه. طب تعال نشوف الفيتشرز. الهيبوكامبس بيدينا additional channels عن طريقها additional channel يعني قناة تانية عن طريقها الـ incoming sensory signals الإحساسات تؤثر في التصرفات. الـ incoming sensory signals تبتدي behavior reactions زي لسه قايلينهم pleasure أو rage أو passivity يعني ما مش هتعمل حاجة passive أو access to sexual drive. تاني feature الهيبوكامبس إنها hyper excitable، بمعنى لو عملت weak electrical stimulus يعني dead stimulus electric weak بيحصل فيها focal epileptic seizures يعني نوبة من الكهرباء تقعد seconds after stimulation is over. يعني برضو عندها لأن الهيبوكامبس جزء من الليمبيك توقف الاستيمولس لكن الكهرباء لسه شغال يبقى persist for second وانت وقفت الكهرباء after the stimulation is over. في اثناء الابليبتيك سيزورز دي بيحصل ايه الانسان او الانيمالز؟ بيحصل له هلوسه اهي. والهلاوس انواع، في هلوسه يعني يشم رائح لا وجود لها olfactory او يشوف مناظر لا وجود لها visual او يسمع اصوات لا وجود لها auditory او يحس حاجات لا وجود لها tactile and others. تعال بقى نشوف حاجه غريبه جدا يا اولاد، ودي عملوها في فيلم 50 First Dates بتاع اظن كان الفيلم ده بتاع ادم سندلر في سنه عمله سنه 2004. لو عملنا ريموفال للهيبوكامبس على الناحيتين، ودي بنعملها في علاج للصرع تريتمنت ابيليبسي عشان نعالج الابيليبسي، ما احنا قلنا ساعات بيبقى فيها بؤره صرعيه بتطلع كهرباء فنشيل الاثنين هيبوكامبس. حصل ظاهره غريبه جدا يا اولاد، ايه هي بقى؟ انتروجريد امنيزيا. امنيزيا يعني فقدان للذاكره انتروجريد الحديثه القريبه، امنيزيا يعني فقدان للذاكره، انترو يعني قريب، ريترو يعني بعيد، انتروجريد الذاكره الحديثه. تصور بقى حصل حاجه غريبه جدا في الناس دي. يوم ما عملنا له العمليه وشلنا الهيبوكامبس اللي هو الكورتكس اللي فيه البؤره الصرعيه عشان نعالج له الصرع، كل اللي عارفه قبل العمليه يبقى فاكره كويس جدا، والاشخاص وكل حاجه. اي شخص او اي حدث بعد كده ما يفتكروش على الاطلاق، يعني بقى بيروح الشغل اللي كانوا بيشتغلوا معاه قبل العمليه فاكرهم كويس قوي باسمائهم. لو تم تعيين موظف جديد كل يوم نقول له اسمه ينساه، وعارف ينساه بعد قد ايه؟ ينساه ماكسيمم ان 2 مينيتس ميبي اونلي سكندز. يفشل الانسان في تعلم اي شيء جديد. اهو ذا بيرسون كان ريكول يعني يستدعي
previously learned memories, كل حاجة اتعلمها قبل كده, but cannot learn any new information, even the names of people in contact every day, اللي هم يعني كل يوم معاهم. عمل عملية النهاردة, الموظفين القدام, طريقة الشغل القديمة كلها فاكرها كويس قوي. موظف اتعين جديد كل يوم نقول له اسمه, ممكن يفتكره او يفتكره ماكسيمم لدقيقتين وينسى, واي حاجة اتعلمها له جديدة دقيقتين ماكسيمم, usually seconds. ابو شوفوا الفيلم بتاع 50 first dates اللي هو ادم ساندلر لما عمل العملية دي ويقابل بنت بيحبها جدا, وبعدين كل يوم كأنه بيقابلها من جديد كأنه اول مرة هيقابلها, عشان كده سموها 50 first dates في 2004. استنتجنا بقى من الهيبوكامبس وظيفتها ايه, انها بتحول الشورت تيرم ميموري, الحاجات اللي بتتلقاها دلوقتي تثبتها لك في دماغك عشان تقعد فاكرها بعدين, لونج تيرم ميموري. تشيل الهيبوكامبس ما تقدرش تحول اي حاجه جديده تحطها في الذاكره عشان تتذكرها بكره, يبقى اهم وظيفه ليها ترانسفورميشن اوف شورت تيرم ميموري انتو لونج تيرم ميموري. طب تاني حاجه, الهيبوكامبس جزء من الاولفاكتوري كورتكس, وانا قلت لكم يا اولاد ايه اهميه الاولفاكشن في اللور انيمالز, انها making life and death decisions, الحاجات المتعلقة بالحياة والموت. الديدان بتعتمد على الشم تماما, ما عندهاش لا تسمع ولا تبصر, بالهيبوكامبس اللي هو جزء من الاولفاكتوري كورتكس, عشان تختار الاكل المناسب اللي هتعيش بيه واللي ما موتهاش. السكس درايفنج, انها يبقى عندها رغبة في التناسل وانها يعني النوع بقاء النوع, and avoid dangers. يبقى دي وظائف الهيبوكامبس. يبقى الهيبوكامبس جزء من الليمبيك سيستم, يعني جزء الليمبيك سيستم فيه كورتكس وفيه سب كورتيكال نيوكليا, هي جزء من الكورتكس. خلاص, وقلنا ان ايه الفيتشرز بتاعتها, بتتميز بحاجتين, انها بتمثل قناه جديده عن طريقها الاحساسات تاثر في التصرفات, الانكامينج سنسوري تاثر في التصرفات, وانها زي الليمبيك سيستم بتتميز بانها هايبر اكسايتابل, يعني تعمل استيميليشن توقف الاستيميلس يقعد الافتر تشارج فتره طويله بعد كده, وفي اثناء دي بقى بتعمل لك كل انواع الهلاوس. طب النقطه الثالثه, الليجنز, تشيل الهيبوكامبس تفشل في تحول اي حاجه جديده الى ذاكره لونج تيرم, انتو جريد امنيزيا, فاكر كويس قوي قبل العمليه كل حاجه والاشخاص, وتفشل في تذكر اي شيء جديد لأكثر من دقيقتين غالبا لثواني. النقطة الرابعة, الفانكشن ترانسفورميشن اوف شورت تيرم انتو لونج تيرم ميموري, وبعدين هي جزء من الاولفاكتوري كورتكس, وقلنا ازاي في اللور انيمالز بيعمل اللايف والديث ديسيجنز اللي هي متعلقة قلنا يا ولاد بالاكل والجنس والدينجرز. اخر جزء صغير بنقوله ونقفل, هي الاميجدالويد نيوكليس, اللي هي بقى جزء من السب كورتيكال نيوكلياي ليمبيك سيستم, برضو احكي لكم عنها قصه اهي. دي موجوده فين؟ ما احنا قلنا بقى موجوده عند الميديال انتيرو بول اوف تمبرال لوب, الميديال انتيرو بول اوف تمبرال لوب. لو عملت ستيميليشن للاميجدالويد نيوكلياس تعمل حاجات كتير قوي, تغير الهارت ريت, تغير الارتيريال بلاد بريشر, الجاسترو انزايم موتيليتي, فتحصل ممكن ديفيكيشن وممكن يحصل يورينيشن, تعمل بيبيلو دايلتيشن, بايلو اريكشن, سيكريشن انتيروبيتوري هرمونز, انفولانتري موفمنتس, اشياء كثيره جدا. كل الحاجات التشينجز اللي بتحدث كنتيجه للايموشنز, مع كل دي تشينجز. اولسو ستيميليشن اوف اميجدالا ايفوك بيهيفير لايك ريج, الغضب, او بالعكس الفير والاسكيب, الهرب, والسيكشوال اكتيفيتي. لو عملنا بايلاترال ديستراكشن في الاميجدالويد الاثنين, قلناهم بقى فاكرها, كان الشخص بيبقى هادي جدا زي الفل. اكستريم اوراليتي, يعني يتكلم 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 على طول بدون حساب للكلام, الكلام صح الكلام غلط, كلام وحش كلام حلو, ده يسموه اكستريم اوراليتي. لوس اوف فير, مفيش اي خوف, قلت لك ان القرد تفاعل مع الثعبان. Decreased aggression, مفيش أي عنف. Change in eating behavior, تغير في طريقة الأكل, بس خد بالك بقى فيها مصيبة هنا. Psychic blindness, يعني ياكل أشياء لا تؤكل, الأنيمال ياكل بلاستيك, ياكل خشب, حاجات ما تاكلش ياكلها.
الايتنج بيهيفير اتغيرت. اكسسيف سيكشوال درايف زي ما قلت لكم، ياكل اي حاجه، لان قلت لك في السيريال كيلر لما نشيل لهم الطوقه مجدله ياكلوا كتير ويمارسوا الجنس كتير. في الانيمال في حاجه زياده بقى، ان هو السايكيك بلايندنس، وطبعا في الانسان ممكن برضه بس اقل، ان ياكل اشياء لا تؤكل. يسموا ده ايه بقى؟ كلافر بوسي سندروم، باسي سندروم، اسف، باسي سندروم، كلافر باسي سندروم. يبقى لو عملنا بايلاترال ديستراكشن في الاميجدولا، الاميجدالا اللي هي السوسه، هيبقى الشخص عمال يتحدث في طلاقه ومش محاسب على الكلام، مين يزعل مين ما يزعلش، هو مش فاهم في حاجه تزعل، مش خايف، ما عند مش بيخافش من الثعبان زي ما قلنا في حاله القرد، ما فيش اي عنف، وياكل كتير، وايفن ياكل حاجات لا تؤكل، تشينج في ايتينج بيهافير، وسايكيك بلايندنس، اعمل حاجات معينه يعني ما يعرفش دي ما تاكلش بياكلها، واكسسيف سيكشوال درايف. بايلاترال ديستراكشن في البوست، في البوستيرور اوربيتو فرونتال كورتكس. لو بوظنا بقى البوستيرور اوربيتو فرونتال كورتكس حته في الليمبيك، هيحصل انسومنيا، يعني ارق، وشفناها حتى في الثلاميك سندروم كان بيحصل فيتال انسومنيا، يقعد صاحي العيان الى ان يتوفاه الله. بايلاترال ديستراكشن لو بوظتها على الناحيتين، وانتيرور سينجوليت اند سب كورتيكال جايروس، هتدي ده هيحصل اكستريم ريج عكس الاميجدالويد، يعني غضب مزاد فيه. بايلاترال ديستراكشن في الانتيرور سينجوليت اند سب كورتيكال جايراي. انا عارف اني اطلت عليكم، بس دي عشان انا عاوز محاضره واحده ونخلص الموتور سي ان اس. فبأشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى اكون افدتكم وسعدت بلقائكم، والقاكم على خير باذن الله. ولا تنسوا ان هذه المحاضرات لمساندة ولصالح الأطفال من مرضى السرطان. فإذا أنت أعجبت بالمحاضرة، بليز بدل ما كنت تقعد تقولي لايك أو واتيفر، اعمل مكالمة 57357، ساند هؤلاء الأطفال. يمكن مبلغ صغير بتاع المكالمة بالنسبة لك، لكن مكالمة مع مكالمة مع آلاف المكالمات هتبقى جود سبورت للناس بتاع 57357. هم قالوا لي على فكرة إن نسبة المكالمات زادت، وأنا بشكركم على ذلك، وألقاكم على خير بإذن الله. Good luck.